في قانون جديد بدأ يحكم بلدنا من بداية الانفتاح، لكن زاد اليومين دول، هو قانون الجنيه. لكن في شارع عبد العزيز في قانون تاني أهم، قبل ما تحضر العفريت لازم تتعلم تصرف. وأنا حضرت العفريت، صحبت عليه، ركبت على ظهره، لأني من وانا عيل صغير وانا بتفرج واشتغل واتعلم واعرف ازاي اصرف. فكرتك يا اسطى ولا اساس شغل. من هنا بدأت قصتي في الشارع ده، من يوم ما ابويا اشتغل فيه. ساعات كنت بجيب له الاكل وعيشه، ساعات كنت بعمل لنفسي سبوبه جنب الدراسه. لطفي ممكن تخليه بس الجرايد دي عندك لحد ما اودي الاكل ابويا واجي؟ طب بتخليه معاك يا ابو عزيز؟ ما انت عارف لو شافني ببيع جرايد هيموتني. يا دي انت ازاي تسيب مدرستك ودراستك وتبيع جرايد؟ ده انت اشطر واد في الحته يا اخي. معلش بقى، ولو اتزنقت بيع منهم لحد ما اجي عادي. ايه ده ايه الكاميرا هبيع لك جرايد؟ سلام عليكم. طب خليهم معاه. عم لطفي تقريبا اطيب راجل في الشارع، لكنه قسي عليا مره ما قدرتش انساها طول عمري، وقسوته دي حولت حياتي. الأمر لله. ماشي يا عم. الأكل يابا. مش قلت لك لما تخش على حد تقول سلام عليكم عبد العزيز؟ مش راجل أنت ولا إيه؟ طبعًا راجل. بكمل شغلك لحد ما تتغدى باخد العمود وأمشي. بتعمل إيه يا ولد أنت؟ أنت مش مخلوق للشغلانات دي. أنت ليك العلامة والمذاكرة وبس. مش عايز تطلع دكتور كبير عبد العزيز ولا إيه؟ وماله يابا؟ أساعدك في الشغل وبرضه أطلع دكتور. لا، صاحب بالين كذاب. أهم حاجة عندي المذاكرة والإعلام وبس. يلا فوت على البيت، تقعد تذاكر في البيت لحد ما يجي ميعاد الدرس، وأنا هبقى أخد العمود وأروح. يلا يا عاد اسمع الكلام يا ولد. حاضر يا أخي، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يمد في عمري يا ولدي، وأشوفك دكتور كبير يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. منطقتك بوريني اقدم ملكيه يا روح ابوك. ارجع على عظمي يا ابو الرشه ابن العتال. يا ابني يا ابني انت مش امك قالت لك يكفيك شر الطريق؟ انا بقى شر الطريق. هو الاصل. هو الاصل. هو ده. يا لذيذ انا كنت طالب تجيش مع حرمتك ده هنا تاني؟ هو انت كل مره تعمل لي مشكله؟ يلا خد حرمتك قرب من هنا. زيزو خليت مع بكر تاني؟ لا لا عادي. انت كنت فين؟ انا كنت رايحه اشتري حاجه. انت اتعورت؟ طب ما قلتليش اجي معاك، ما قلتليش تمشي لوحدك تاني. يا عم بس خليك في الجرح بتاعك. ارجوك يا بابا شوف لي رباط عندك. ايه ده ايه ده ايه اللي عورك كده؟ لا ما تخافش يا عم لطفي، بسيط. انت هتلمت في دي كمان ليه بس يا ابني؟ الشقاوة دي ليه؟ مش شقاوة يا بابا، ده الواد بكر المتشرد عوره وانا شايفاه. ليه؟ هات لي اغلى قلم كاف عشان انت عندك يا عم لطفي. طب ثانية واحدة ثانية. لا لا مستعجل. حاضر يا عاصم يا ابني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وسخت ايدك، ممكن يكون عيان ويهديك. ابعد عنها يا انت. مالك انت؟ حرام عليك يا عاصم، مش شايفه متعور كده؟ ماشي والله هقول لبابا.
انا عم اقول لك اطلع من هنا من قدام مهر العم الحاج الشرشابي احسن لك. يا عم بقول لك سيبنا ننزل البضاعه في المخزن اللي في الممر ونمشي على طول. طب لو ما مشيتش دلوقتي هولع في البضاعه وهولع فيك وهولع في العربيه وفي نفسي وان شاء الله توديني مركز الشرطه. مش هنوسع غير لما نحمل بضاعه المعلم عنديل. فاهم يا جعور؟ ايه يا جعور؟ تعال انت بقى انزل. ايه ده بتعملوا ايه؟ في ايه بالظبط؟ على لا 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 في ايه اصلا منك نوح؟ ايه اصلا منك نوح؟ في ايه يا؟ رجع العباد ورا عشان نشوف مصالحها. رجع العباد ورا عشان نشوف مصالحها. استنى يا زيزو رايح فين؟ استني بس ده باين عليها اتشعل. انا مش شامي انا حاسس جدك بدل ما اطعم لك انا معلم. عجبنا يا رحمة. بس المعلم انديل ما ينفعوش الكلام ده يا معلم. بص فيكوا في المعلم انديل بتاع. بس يا معلم معلم انديل معلم انديل معلم معلم انديل في وقت الرئيس معلم. انت يا معلم انت يا معلم مد ايدك على مين يا شرشامي؟ مد ايدي على العيال الصيع دي. والعربيه دي مش هتتعتق من هنا الا لو كنت عايز تمشي بجنازتك النهارده. العربيه دي مش هتمشي من هنا قبل ما تحمل. واسر الشر يا شرشامي. انا بقول مش هتمشي ولا هتعتق ولا هتحمل، وانت هتخش معايا تشرب الزفت عشان افهم حاجات انت مش فاهمها. هما دول اللي اتعلمت على ايديهم صنعه الجري ورا الجنيه، والاهم اني اتعلمت ازاي اصرف العفريت قبل ما احضره. بس يا ريتني ما اتعلمت حاجه. مش قبل ما اضرب البقف بتاعك زي ما ضربت شافعي. خلاص تعال يا معلم. يلا هو ده اللي مريحك؟ ايوه. خلاص كده يعني حضرتك نسيب لقمه عيشنا ونمشي ورا السيارات الصيع دول؟ ده يضرب ده وده يضرب ده وخناق. فاهم؟ قدامي يا ابني. فضل. قدامي. يلا يا حضرات. يا ساتر على الناس دي. كل يوم كده خناق ودوشه. صدعوني. امال فين زيزو؟ زيزو على عربيه الكبده. والله الواد ده صعبان عليا قوي. مذاكرة وشغل. عرفت تبقي زيي؟ طب ما انا بساعدك اهو يا بابا. طب بذمتك وعينيك الحلوة دي، مين أشطر؟ أنت ولا هو؟ زيزو أشطر واحد في الفصل وكمان في الدرس. أنا مش عارفة بيلاقي وقت ازاي بإنه يذاكر ويشتغل، بس أنا برضو هسبقه. بجد؟ طب خدي بقى 50 قرش أهي بيجيلي ليها حاجة وانت مروحة. ماشي؟ على فين يا زيزو؟ انت مالك انت؟ يا بطل الرمادة دي، تعالى معايا جوه نشوف مزعل عظمي ابن المعلم شبشبي في ايه؟ هو صاحبي عشان يزعله ولا فرحه؟ الواد يفهم ياد، ما هو انت لو ما طيبتش خاطر ابن المعلم مش هتعرف تاكل عيش في الشارع الواسع ده. فوت قدامي فوت. افوت؟ هو اسرائيل يعني؟ زيزو يا معلم. تحبوا لو تشرب دلوقتي عشان تبطل قله الادب اللي فيك ديت؟ وحد جه جنبك ما تقعد بادبك. يا هلا. ازاي تمد ايدك على عاصم ابني وتضربه؟ انا والله ما مديت ايدي عليه يا معلم. هو اللي خيبان في المدرسة وبيجي يتمنظر علينا. وانت زميله في المدرسة؟ الاشكال دي هتدخل المدرسة اللي انا فيها؟ ده كبيرة قوي يا صايع. انا مش صايع، انا اشطر منك، وده اللي مضايقك مني. ده مش حافظ جدول الضرب يا معلم. اسألك سؤال؟ اسأل. 70 في 120 بكام؟ 7 في 12 84 وحط الصفرين يا معلم. اسألني في حسبة جامدة كده عشان اعرف اجاوب. هلا. طب 6 غسالات الواحدة ب 235 وسبع سخانات ب 172 يبقى كام الضربية كلها؟ يبقى كله 2614. يا ابن العفاريت عرفتها ازاي دي؟ انت ابن عبد الرحيم العتال يالا؟ ايوه ما انتوا عارفيني اهو، بس انا اسمي عبد العزيز. زيزو يعني، بس ابويا مش عتال. بقى صنايعي كهرباء، دبلوم تجارة قد الدنيا. تشتغل معايا؟ لما احب ابنك عاصم يديني على قفايا كل يوم فباجي اشتغل معاك يا معلم. انت بس وصي صبيانك ما يضايقونيش وانا بسرح كبير الحته.
انت بقى بتسرح بيه بالظبط؟ الحقني يا زيزو، الحكومه جت واخدت عربيه الكبده. يا نهار اسود، لا مؤاخذه يا معلمين، تعالى تعالى. الواد ده لو ما عملش قرش كويس في 10 سنين هيبقى في السجن. هو ده اللي قدرت عليه يا شيخ؟ اتشطر الاول واحفظ جدول الضرب. والله ما قعد لك في المحل. استنى يا شبشب يا صغير، يلا. يا سبحان الله، الواد لما بيقفش يبقى زيك بالظبط، تقتله بس ما تصغروش. طبعا. سلام عليكم يا عم مفتاح. خد بعضك وهوينا، احسن المره دي فيها قضيه. هوي بس اخد العربيه دي، مرزقانه بتاعت اكل العيشه بركتنا. يا ابني قلت لك الصح قبضت على العربيه وفيها قضيه، يعني المره دي هياخدوك على الاحداث. احداث وكبرنا عم مفتاح موجود، المامات محفوظه برضه يا عمنا. صباح الخير يا مفتاح. صباح الخير يا باشا. مش ده الواد زيزو بتاع عربيه الكبده؟ ايوه يا باشا هو. وريني بطاقتك. يلا البطاقه في السجل المدني يا باشا، ناقصتها 3 سنين وتطلع. تهزر يا رحمك؟ يعني انت عندك 13 سنه دلوقتي؟ 13 سنه وبتبيع كبده حمير يا معفن؟ امال لما تكبر شويه هتعمل فينا ايه يالا؟ مين قادر يسرحك؟ كبده حمير ايه يا باشا؟ دي كبده بلدي زي الفل. كبده بلدي يابا، كبده بلدي وتبيع السندوتش ب 10 سنه؟ حطه في الحجز لغايه ما يقر مين اللي مسرحك، وبعد كده يتعرض على النيابه. امرك يا باشا. امرك ايه؟ ما تروق امال يا عم مفتاح. تعال تعال تعال. ما تروق امال يا عم مفتاح. اروح اقول لابوك يا زيزو. قلت لك لا، خد الجرايد انت والفلوس وروح انت، وانا جاي اخر النهار. مش برضه اخر النهار يا عم مفتاح؟ لو عاوز تروح اخر النهار تبقى العربيه دي بقى مش بتاعتك. وكتاب اللي انا هبتاعت بس ما ينفعش اسيبها، صاحبها يقطعني. خلاص بيعها واخلص. ابيعها لمين بس؟ بقول لك مش بتاعتي. طب تعالى بس استلم يا شبر. استلم بس يا عم الحاج، انا عندي درس بعد ساعتين، مش فاضي للحجز. بس ياض. صباح عصر. قلب نفسك ياض. انا معيش فلوس بس ليك عندي سبوبه عصر. انت هتعمل معايا سبوبه ابن العتال؟ سبوبه ايه ياض؟ عربيه الكبده اتاخدت. ادفع 100 جنيه وخدها دلوقتي وانا اديهم لك 150. ماشي؟ 200 جنيه. افتحوا. ماشي ياض. بس عارف لو بتقفلم عليا هعمل فيك ايه؟ هعلم عليك. عيب يا عم شاب، يلا شوف شغلك بقى انت وطلعني من هنا. ماشي. بس قبل ما اطلعك من هنا عندي ليك شغلانه زي اللوز. وانا صدق بس بعيد عن الصرف. اديك عربيتين تشغلهم. بس انا ما بعرفش اسوق. مش عايز سواقه. عربيتين ياض هتنقل بيهم البضاعه من المخازن للمحلات والزباين وحاجات كده يعني. طب وهتاخد مني كام في اليوم؟ يبقى الحال عجبك، نجرب ونشوف. وانا معاك بس تبقى في ظهري. استبينا. ومنطقتك شارع عبد العزيز. بس انا بقى ما بيحبش ينزلني هناك. هكلمه. اصل فتيحه. ومال؟ انا كمان بحب شارع عبد العزيز. عايز سيجاره تانيه؟ سيجاره تانيه؟ ماشي يا زيزو. هو ده اللي حصل يا معلم. الغساله يا اخويا خدتها من عندكم وما عداش عليها جمعه وباظت واتحرقت، واديني جايبها لك بره عشان تشوفها بنفسك وتشوف لي حل. انت يا زفت انت. اه يا سيد المعلمين. قصر ياد بلا سيد المعلمين بلا بتاع. شوف الهانم تاخد الغساله اللي بره دي ترجعها، انا هتكلم انت وتديها ادع غساله بورقتها. فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيد المعلمين. يلا غور. ولو عايزه فلوسك يا حاجه انا ممكن ارجعها لك. خد الغساله برضو. ان شاء الله تسلم يا معلم يا كبير المعلمين. والنبي ده انا كنت عشمانه فيك وهو عشمي طلع في محل. وانا هسكت لهم. طب استنى اسماعيل. الو يا هندسه. لا انت تيجي تاخدوا بقى كل الطلبيه بتاعتكم بتاع الغساله. ايوه طبعا. الله، انا زبوني ده لا مؤاخذه على راسي، اشيله على راسي من فوق. انا ريس مالي ايه؟ سمعتي هتبوظوا لي سمعتي بلاها. اما تبقوا توضبوا المصنع الجديد وتطلعوا الطلبيه الجديده نبقى نتعامل معاكم. مع السلامه. مرضيه استكل. واللي خلق الخلق، انت احسن تاجر في شارع عبد العزيز. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا كبير يا بركه. ربنا يخليك. يخلي لك عيالك يا اخويا. تسلمي. يا ابن اللعيبه يا صايع يا قونطجي. وانا اللي بقول على نفسي منقدر. اه
اهو ده اللي باخده منك. اسمع يا راي، انا عايزك تفك ايدك شويه مع الصناعيه عشان تطلع عينهم وهم يعملوا لي حاجات بايظه، وانا افضل طول النهار ارد مع الزباين. ها يا عم، حته بايظه من وسط 100 ما تفرقش، بس بقولك ايه، اعمل حسابك بقى كل حته بعد كده فيها زياده 5 جنيه. اخويا يعني من جيب ابونا، هو الزبون بيدفعوا. المره الجايه بقى غشيم واحنا بنعمل الفيلم ده قدام الناس تبقى تخف ايدك عليا شويه. مش معقول كده يعني. ما انت برضو اللي زودتها شرشابي ومسكت الواد بتاعي ضربته. يا واد افهم الفوله، لازم الشارع كله يبقى عارف ان احنا متخانقين قرشين ملح بعض. ليه؟ عشان الزبون اللي يكرهه اللي يجيلك، والزبون اللي يكرهك يجيني انا. يا وانطاج يا صايع، ولا عايز 100 واد يتنططوا حوالينا واللقمة تتقسم علينا كلنا؟ اعقل بقى. اقول لك ايه، خد يا عم الحته دي خليها معاك، بكره الجمعه ها بوجب معاك اهو. هات 10 جنيه. 10 جنيه حته واحده؟ طب اقول لك، قول لي جدول الضرب وانا اديك 100. مش عارف الزفت هتجيبه ولا لا. خلاص يا عم ما تزعلش نفسك قوي كده، خد ده انت هتبقى ابدع معلم في الحته دي كلها. لا انا عايز اطلع ظابط. يا ظابط يا خابت. الله، لا ظابط غصب عن عيني. ولعلمك بقى، اول قضيه هيعملها هعملها لك بالبن اللي معاك ده. ما انا هقول ان انت شيك وبنشرب سوا. ابي هذا ابوك اوعى تعمل كده، احبسه هو لوحده. اسمعش الكلام اللي بقوله ليه يا ولد العفاريت انت؟ قسما بالله لا اديك عالك تجاوبك على الجنان اللي في راسك. يوه في ايه بس يا عبد الرحيم؟ مش قلت لك ما تقولش لابوك يا عيل انت؟ هو دي اللي هتفكر فيها يا ولد الفرتوس انت؟ اهنا بس، ايه اللي حصل يا عبد الرحيم؟ جايبه من الجسم يا ام المحروس. ام سبتي اسمي يا ولا؟ والله يا ابو اول واخر مره. هي مره واحده هتعرفك على السوابق والمجرمين عشان لما تكبر تبقى زيهم. والله يا ابو انا فهمت خلاص، وما عدتش اعمل حاجه تدخلي الاسم تاني. هي كلمه واحده وما هقولهاش تاني. تروح مدرستك ودرسك وترجي تقعد في البيت للمذاكره وبس، ولو ما فهمتش كلامي ده هعلقك في السقف وهفضل اضربك لحد ما تموت. خلاص يا ابو والله انا فهمت، هروح الدرس واجي جاي اسمع عادي. سلام عليكم. اهدى بس يا عبد الرحيم عشان تعرف تنام لك ساعه. اهدى كلام كيف يا عواطف، والولد هيضيع لو ما قدراش عليه. اجي اقعد جنبيكي في البيت لازم ما نشحت اللقمه ونقول لله يا محسنين. يدوم حسك في الدنيا يا اخوي، زيزو هو طيب وفهم كل كلامك وتاب وما عادش يعمل كده تاني، ولو عملها انا هقول لك يا اخوي. بس ايه ده يا عبد الرحيم؟ المره دي جت سليمه يا عواطف، المره الجايه هيحصل ايه؟ ايه ده؟ انت لسه بتعمل الواجب؟ استنى انا جاي اهو. انت بتعملش الواجب في شقتكم ليه؟ ما انت عارف ان امي عيانه وطول الوقت طلبات. ابوك كان بيضربك صح؟ لا لا لا، ده كان بيضرب اخويا الصغير. بس انا سامعاك وانت بتقول حرمتي يا بابا. يعني انت تعملي الواجب غلط وكمان تترمضي؟ فين ده اللي غلط؟ ده كله صح. كله صح يعني جمع كلمه شر اشرار؟ طبعا يا بنتي طبعا. ايه جمع كلمه شر؟ شرور. اشرار دي الجمع بتاع شرير. تراهني انها صح؟ مش هراهني، بس قبل عايده اما تضربك في الحصه هضحك عليكي بصوت عالي. ماشي؟ استنى انا جاي اهو. ايوه كده اسمعي الكلام. انا قلت لك 100 مره ما تفتشش شنطتي. وانا قلت لك 100 مره مالكيش دعوه بقلامي وحاجاتي. وده مش قلمك. لا قلمي. انت طول عمرك اناني، ولما بابا يطلع من المكتبه هقول له عليك. انت فاكراني لسه عيل صغير اخاف من بابا؟ ولو ما احترمتيش نفسك همد ايدي عليكي، فاهمه ولا لا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا غبي انت؟ انا مش غبي. اخرس ولا كلمه. اللي يضرب اخته يبقى غبي متخلف. عاجبك كده يا ست الدلوعه؟ لو ماما كانت عايشه ما كانتش سابته يعمل فيا كده. لا يا حبيبتي لا لا ما تقولش كده، ده فرض اخوكي. بقى اقعدي عيطي له عشان يطبطب عليكي ويزعق لي. انا ماشي. راح فين يا ولد؟ ولد يا صالح راح فين؟ كل مره انا غلطان. معلش معلش يا حبيبتي، اخوكي بقى وحس انه كبر صوته دغن مش انا ابوه. ده كان معيجي هكسر لك دماغه. انت بقى حبيبه بابا. ما انا كمان يا بابا ما بقتش صغيره ولازم هو يفهم كده كويس. ده كان هيضربني بالقلم. لا 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 يضربك ايه، هو يقدر.
يلا بقى يا حبيبتي عشان نلحق نروح الدرس. مش انا هعمل واجب وانزل. انا هعزمك عبد العزيز النهارده على حمص الشام بالشطه والليمون. طب ما تخليني اعزمك يابا، انا معايا فلوس. لا خليها علينا المره دي يا معلم عبد العزيز. هات اتنين حمص الشام يا ريس. لا يا غالي. وكتر الشطه والليمون. ربنا يخليهولك ويبقى دكتور كبير. اقعد يا عبد العزيز. يعني جبتك هنا النهارده عشان اتكلم معاك راجل لراجل. بعيد عن البيت وعن اخوك الصغير وليد. عايزك تسمعني زين. اللي زينا يا ولدي صغيرين في عينين الناس. ما انا هكبر يابا وابقى كويس. مفيش حاجه هتكبر اللي زينا غير الاعلام يا ولدي. طب ما انا شاطر في الاعلام اهو. وما انت مش شايفني كبير ليه؟ انا شايفك كبير ومليح يا عبد العزيز. بس انا قصدي تفضل شاطر على طول لحد ما تاخد الشهاده الكبيره. انت قدامك مستقبل كبير. وخوفي عليك من شارع عبد العزيز وشغل السريحه ده هو اللي خلاني ازعلك النهارده. وانا ما ازعلش منك يابا. وما تخافش عليا، انا هبقى كبير قوي. كبير بالعلام يا ولدي. عايزك تبقى دكتور كبير وتعلق يافطه، مش بياع سريح في الشوارع تدور عشان القرش. طب ما القرش بيجيب قرش يابا، لكن العلام ده. العلام هو احسن حاجه للي زينا. وما تبقاش راسك ناشفه زي جدك كده. جدي؟ هو جدي ده شكله ايه يابا؟ انا عمري ما شفته ولا شفته قريب. هو انت ليك اخوات زي ما انا ليا اخ كده؟ امال يعني قطفوني من على الشجر يا عبد العزيز؟ طب ما توديني اليوم يابا؟ هما في الصعيد؟ خلينا في المهم. انت بتحب ابوك ولا لا؟ احبك قوي يابا. وعارف ان ابوك هو اللي رباك وكبرك وعلمك؟ انت واخوك وقرايبينك اللي ما تعرفهمش دول هما اللي هيجوا لحد عنديك ويتباهوا بيك انت واخوك. وهيجوا لحد عنديك يقولوا لك احنا محتاجينك. فهمت الكلام يا عبد العزيز؟ انت تعبان ولا ايه يابا؟ لا يا ولدي، بس جنبي مزعلني حبتين. دي كانت اول مره ابويا يحسسني فيها اني كبرت ويكلمني كلام رجال. اكتشفت طيبه قلبه اكتر من اي يوم قبلها. ياه وحشني اهو الراجل ده. السلام عليكم يا معلم عبد الرحيم. عليكم السلام يا دكتور زيزو. جايب لك المره دي لحمه. مره واحده لحمه؟ سيبك يا بابا اللي في ايدك ده وتعالى كله. ومديني هنا الكراسه بتاعت متابعه امتحانات الشهر منوره كلها درجات نهائيه. طبعا درجات نهائيه. بسم الله ما شاء الله. لا ولد عبد الرحيم الف مبروك يا ولدي. الف مبروك. دايخ يا عبد العزيز. في ايه يابا مالك؟ لا ما تخافش. سندني اقعد على الكرسي ولا في. ده انت سخن ووشك اصفر خالص يابا. انا هروح اجيب تاكسي ونروح البيت. ما تخافش هبقى زين يا ولدي، هبقى زين. ما تخافش، مش هتقول لحمه عاد. يابا انت دايخ ووشك اصفر اهو. استنى رايح بقى لحد ما اروح اجيب التاكسي. كملها بالستر يا رب. خش يابا. خش على مهلك. سلامتك يا عبد الرحيم. سلامتك من كل غادي يا اخوي. تسلم يا ام العيال. ودوني الاوضه عايز ارتاح شويه. حاضر حاضر. اه بابا الله يرحمه. بابا زي الفل يا وليد. هياخد الدواء ويقوم بالف سلامه يا اخوي. انا هروح اجيب الدواء بسرعه. استنى يا عبد العزيز. خد فلوس معاك يا وليد. معايا فلوس يابا. ما تخافش. الحبيب يا عواطف اديله فلوس قبل ما يمشي. حاضر بس انت حمل عليا. حمل عليا يا عبد الرحيم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. بخير؟ معاك روشيتا؟ انا بس جاي اسال في حاجه. هو اللي يروح للدكتور ويقول له عندك فشل كلوي يبقى معناها ايه؟ فشل كلوي يعني معناه ان الكليتين بتوعه ما بقوش يشتغلوا، علشان كده بيروح المستشفى يغسل كليتينه مرتين في الاسبوع. بعد كده بيخف؟ لا، مفيش مريض بيوصل للغسيل الكلوي ويخف تاني او كليتينه يرجعوا يشتغلوا تاني. بيموت؟ الاعمار بيد الله، بيعيش لحد ما ربنا يقول له خلاص كفايه. يعني بيموت بعد قد ايه كده؟ لا ده انت بقى تقول لي ايه الموضوع بالظبط والا هدفعك فلوس على الاسئله اللي انت بتسالها دي. ادفع. ممكن حضرتك تجيب لي الدواء اللي في الروجيتا ده؟ ابوك؟ هيموت يا دكتور؟ ها
هيموت ايه بس؟ هيخف ويبقى عال ويبقى كويس، ما تقلقش انت بس. بس انت لسه قايل ان كليتين مش هيشتغلوا تاني. ايوه ما هيتعالج وياخد الدواء يبقى زي الحصان. هو عنده كام سنة؟ انا ابنه الكبير. الدواء بكام يا دكتور؟ ٧٥ جنيه. ٧٥؟ طب هو انا ممكن اخد نص الدواء والباقي لما اجيب باقي الفلوس؟ مفيش مريض بياخد نص الدواء، المريض بياخد الدواء كله. لكن هقول لك على حاجه، هدول والباقي هيبقى دين عليك، تحوشه وتيجي تسددهولي. اتفقنا؟ اتفقنا. انت اسمك ايه؟ زيزو. وانا والله العظيم ما هتاخر عليك وهجيب لك الفلوس بكره. طيب يا سيدي، وخد بقى ال5 جنيه دي علشان تروح بيها. متشكر يا دكتور، بس حضرتك ممكن تلغي السعر اللي على الدواء عشان محدش يعرف ان عليا فلوس، وانا والله العظيم هجيب لك الفلوس بكره. سلامتك سلامتك يا اخويا، الف سلام. والنبي غمه وحنزوله هتبقى زي الفل ان شاء الله. كل اللي يجيبه ربنا زين يا عواطف، بس ده فشل كلوي. عارفه يعني ايه؟ يعني امر الله، وربك هو اللي جاب وهو اللي هيحوش عبد الرحيم. كان نفسي اشوف ده عبد العزيز دكتور يا عواطف. هتشوفه هتشوفه وتتهنى بنجاحه كمان يا عبد الرحيم. امال هو فين دلوقتي؟ هو راح يشوف الواجب بتاع القبله من عند لبنى زميلته وراجع طوالي يا اخوي. ما قالكيش الدواء بكام؟ الفلوس كفت وفضل منهم 5 جنيه كمان. ربنا يجعله بالشفاء يا عبد الرحيم، وتقوم بالسلامه كده وتفتح ورشتك ان شاء الله. لازم اقوم يا عواطف، باب الرزق الوحيد اللي لينا لازم ان يفضل مفتوح. هيفضل مفتوح بحسك ان شاء الله. هقوم بقى اجيب لك الاكل اللي قال عليه الدكتور عشان تاكل كده وتتقوى وترم جدتك شويه كده وتقوم تشوف شغلك يا عبد الرحيم. ربنا يخليك لي يا عواطف، تسلمي لي، بس ما تكتريش في الاكل، ماليش نفس. ولما يجي عبد العزيز خليه يجيني، عايزه. حاضر حاضر يا اخويا. انت ما ضبطش من الجرح العظيم يالا. انا كنت ناوي اعلم عليك، بس خلاص هسيبك لو اشتغلت معايا. اشتغل معاك عتال يا ابن العتال. لا ابويا لو غلطت فيه هموتك. لو شغال خد لك عربيه زي دول واسترزق بقى وكل عيش بدل ما تفضل صايع كده. ما عطلكش، وبرده مش هتشتغل في شارع عبد العزيز طول ما انا فيه. لا اشتغل يا روح امك، لان تبع الكبير، انا تبع عم شبر والعربيات دي بتاعته. انت كذاب، وانت لسه وصلك لشبر اساسا. كان زميلي على البرش يا بابا. يلا خد العربيه دي وصلها لمعرض المعلم قنديل، واللي ترزق بيه ابو اسد 50-50 يعني. 50-50 ماشي يا زيزو، بس اللي زحم بقى في منطقته ما يسلمش. لا كبير يلا، بس في اللي اكبر منه. يلا ونتقابل على الناصيه يا بكرو. هو زيزو لسه ما جاش ياما؟ لسه يا وليد، ولو ابوك سأل عليه ولقى لسه بره هيزعل منه قوي. اروح ادور عليه. تدور عليه فين؟ شارع عبد العزيز. وبيعمل ايه في شارع عبد العزيز؟ بيشتغل هناك زيزو، عشان بيعرف كل الناس هناك بيشتغل معاهم. وبيشتغل معاهم في ايه بقى؟ يبيع جرايد، كبده، يبيع مناديل، يحمل كراتين. الله يسامحك يا زيزو، بقى بعد ما ابوه ضرب عشان الشغل ده يروح يشتغل تاني؟ لو سبتيني اروح له هجيبه واجي معاه. اقعد بقى دلوقتي الدنيا ليل. سكة يا خال، اسف يا عم. اوعى رجلك تتعور يا ريس. واقف يا معلم، انا كنت بدور عليه. ايه يا مساء الساعه حقه ناوي تخلع؟ لا ماليش في الفعل وعلى العتال. يا ابني يا ابني ده احسن من العط والحنجله. هودي البوتاجاز زمان زي الحاج علاء وتعالى خد عربيتك. طب فين الفلوس اللي لميتها يا روح امك؟ انت مش خايف الناس كده اللي علم عليك؟ يا ابني انا حفرين بتلعب في دماغي بمفاتك. تبقى كده جبت لنفسك وهتتقدم. يا ده هو لازم ادبخ انت تحترم نفسك؟ هات الفلوس يا هات الفلوس. غور كتر غوره. ماشي يا زيد وهوريك، وشاوره مستنيك على ناصي عشان يلم. يا عم روح. ايه ده؟ امال عم لطفي فين؟ بيصلي العشاء. طب اي خدمه يا جميل؟ ربنا يخليك يا زيزو. طب معلش بس خلي بالك من العربيه دي لحد ما اجي.
هي دي اللي كنت باجي الشارع عشانها، هي دي الفراشة اللي حببتني في شارع عبد العزيز. لبنى يا معلم، يا معلم ماشيني ورايا شغل. عايز ايه يا واد انت؟ فلوسي العشرين جنيه. انت 20 جنيه لك انت؟ مش اشتغلت لك بيهم يا معلم؟ بقيت لك 20 نقلة من المخزن لهنا. خد يا ده حل عن سماي يا معلم، بقول لك 20 نقلة لما ظهري طقطق. ظهرك طقطق ولا رقبتك تتقطب حتى اعمل لك ايه؟ غوري انا من هنا انا يا معلم. حرام عليك، ده اللي ياكل عرق الغلابة ربنا مش هيسيبه. عرق الغلابة؟ انت بتجيب الكلام ده منين يعني؟ غوري انا من هنا، والله العظيم اجيب مهلول يعلقك من رقبتك. خد يا معلم الفلوس دي، انا هجيب بيها ده ولا ابويا، ربنا يكفيك شر المرض وذله. بتصيح عليا انا؟ ده ولا ابوك وبيتنا هيقع وربنا يكرمك. غوري انا من هنا، يلا. ماشي يا معلم وانا في الخدمة. سلام. الحمد لله رب العالمين. 57 جنيه ونص مظبوطين يا قد. يعني اللي سمعته عنك صح يا زيزو، بتسمسر وتأكش من ورايا يا شبرو. ما تسمعش كلام بكر، الفلوس دي عرق وشقايه. الفلوس دي مش بتاعتك يا قد، والعربيتين دول ما يلزموكش بعد النهارده. يعني ايه يعني؟ هات الفلوس يا عم. انت بتعمل ايه يا قد يا ابن المجانين؟ بتعمل ايه يا قد؟ انت عارف اللي مد ايده على انت فاهم ده يا قد؟ انت فاهم يالا؟ بتعمل ايه؟ خد دي للذاكره الخليه ده يا قد، وخد دي عشان ما تنسانيش. ماشي يا شبرو، بس انا مش هسيب حقي، والفلوس اللي انت واخدها دي عشان تبقى عارف انا جايب بيها دواء لابويا، ولسه ما دفعتش حق. يعني انت كده بتاخد الدواء من بق ابويا، وانا مش هسيبك، وكتاب الله ما هسيبك. ما صدقش يا شبرو، ده ابن اللعيمه. انت هتغني عليا يا قد؟ ما ابوك كان زي الجن الاحمر. خلاص اهدى يا قد، ما انت كنت عامل 7 رجاله في بعض. خلاص اهدى بقى. ماشي، لو مش مصدقني تعالى معايا الصيدليه وانت تشوف بنفسك. ماشي هاجي معاك الصيدليه، بس عارف لو طلعت بتقفلم عليا هعمل فيك ايه؟ عارف هعمل فيك ايه؟ هكيل لك تاني. يلا فوت قدام، فوت قدامي. اتفضل يا بكر. امشي يا دو قدامي، بس عارف لو طلعت بتقفلم عليا هكيش لك تاني. خش. يا زيزو مالك؟ خناقه ولا ايه؟ قول لهم، قول لهم يا دكتور انت ليك عندي كام؟ اصل اشتغلت معاهم عشان اديك الفلوس، وعايزين ياكلوا حقي. هو خد دواء ب 75 جنيه دفع منهم 30. انتوا ايه ضاربينه ولا ايه؟ هنضربه ليه بس يا دكتوره؟ ده الواد بتاعي وبعلمه وبنصحه. هو لا مؤاخذه ابوه وعيان بيه. مش شغلك كده، حوار الفلوس خلص ما بيننا، بس لسه الحساب بين انا وانت شبر، انت وبكر. متشكر يا دكتور. استنى زيزو عايزك تعال. انت ايه رحت تشتغل عشان تسدد ثمن الدواء ولا ايه؟ مش قلت لك يا دكتور انا كبير ابويا وما كنتش اقف معاه في عيال، يبقى لازمتي ايه؟ سلام. استنى يا زيزو، خد الفلوس زيت وما تقولش للعيال اللي معاك ان انا اعطيتك اي فلوس، واعتبر ثمن الدواء الدفع خلاص. عيب يا دكتور، حق ولازم تاخده. خلي الواجب ده لروجيتا الجايه. سلام عليكم. استنى يا زيزو. عايز ايه يا شبر؟ امسك دول يا واد. مش عايز منك حاجه يا جدع. امسك ما تنشفش راسك. قلت لك مش عايز منك حاجه، وبرضه هشتغل في شارع عبد العزيز، بس المره الجايه هشيل معايا سلاح، عشان لو مديت ايدك عليا هغزك، واللي يحصل يحصل. شايف اللي مضى يا شبرو؟ يا واد انت عيل مطقطق ومخك نور، وانا مستخسرك في السكه اللي انت ماشي فيها. عايزك تخش معايا على الشغل التقيل والقرش يجري في ايدك. المخدرات ماليش فيها، بس زي ما انا طلعت راجل معاك استرجل انت كمان معايا، واديني عربيتين اشغلهم، وابعد بكره عني، عشان لو اتلايمت عليه هخليه يمشي على العكاز. ماشي، بس ما تطلعش عيل. انا صغير بس مش عيل يا شبر. ده عربون السكه الجديده، مش محتاجه منك غير تفتيح مخ ووقفه على الناصيه، فاهم؟ والحكومه احنا عارفينهم واحد ورا التاني. احنا عارفينهم لكن هم ما يعرفوش ابوهم. لو حبوا يوم للدفاتر بيلموا بتاع الصنف، ان شاء الله لو نايمين في بيتهم. سلام. هغزه. ايه؟ هغزه. خلاص اهدى يا بكر، معلش. ايه هنعمل فيه يا زيزو ده؟ عواطف يا عواطف، عواطف. نعمين يا اخويا. فين الولد عبد العزيز؟ عبد العزيز؟ ايوه. اصل هو جه من شويه يا اخويا وانا بعته مشوار. ما تكذبيش عليا يا عواطف، عبد العزيز لسه بره ما جاش.
طب افهم بس في ايه يا عبد الرحيم؟ الدواء ب 75 جنيه ومشطوب على السعر عشان ما اعرفش، لكن الحسبه في الروشته قدامي اهي، وانت قلتي لي انه رجع 5 جنيه، يبقى جاب ال 40 جنيه منين يا عواطف؟ والله ما اعرف. تعالى يا ولدي، تعالى هنا. نعم يابا. قرب عندي هنا. يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده يا والد؟ في ايه يابا؟ في حاجه ناقصه من الدواء؟ تكذب عليا ليه يا عبد العزيز؟ الدواء ب 75 جنيه، جبت الباقي منين؟ ما انا ب 30 جنيه بس. تكذب على ابوك ليه؟ حرام عليك يا عبد الرحيم. اسكت خليه يتكلم، احسن اقوم اكسر عظمه كسير. اتكلم يا ولد. لما لقيت الدواء غالي اترجيت الدكتور يديهوني لحد ما اجيب له الباقي، بعد كده رحت اشتغلت واديته فلوسه وبقى معايا دول. قولي بس عملت كده يا ابني؟ انا ما قدرتش اشوف ابويا محتاج دواء ومفيش فلوس واقف اتفرج. مش انا ابنك الكبير برضه؟ والله العظيم انا ما عملت حاجه غلط، انا اشتغلت وكسبت الفلوس دي بعرق. والنبي يابا ما تزعل مني. ولما انت تشيل هم ابوك وعياه وانت في سنك ده، ما يبقى ابوك لازم يتوه في الدنيا يا عبد العزيز. ما تخافش يابا، انت هترجع تشتغل تاني وانا هساعدك وهذاكر كمان. فهمت اللي قلته يا عبد العزيز؟ فهمت يابا، دي سهله خالص. اتفرج عليا بقى وانا بعملها لك في 5 دقايق. اهم حاجه نحط شوال تحت الغساله عشان ما تتخربش، ولا الزبونه تقول دي قديمه ومستعمله. عندك حق، دلوقتي نشط السير ونحرق على 4 مسامير. زين، اهم حاجه الدايره الكهربيه يا عبد العزيز، الموتور والمفتاح وسلك الفيشه. ما خلاص بقى يابا حفظناها. 3 عيال يشبكوا يدهم في يد بعض ويعملوا فتاح يا ورده. اصبر يا اسمراني فارق مين قاسك؟ منور الورشه والمنطقه كلها يا عم الحاج. ربنا يبارك لي فيك يا ولدي، شلت الهم من صغرك ووقفت جنب ابوك صح. عد انت الجمايل بس. يلا بقى سمعنا صوت الحلوه، عليا النعمه ما حد هيجربها غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، تسلم يدك يا ولدي. تسلم ايدي اللي علمت يابا. على فين يا ولدي؟ هروح بقى اوديها لصاحبتها واجيب بقيه الحساب. انت قلت لي هي دفع لك كام؟ 50 جنيه وعلى مهلك وانت ماشي. ماشي. اه بقول لك. انا هعدي عليك بعد ما اخلص هنروح نتغدى سوا. وامي عامله لك بقى شويه دور النمائيه هيخلوك تنور الليله دي يا عبد الحاج. يا ولدي خلاص ما عادش ما عادش ما عادش ايه؟ ده حتى عار على الصعيد كله، ده اللي يشوفك يقول لك بقى صغير. حقك عليها يا ولدي، حرمتك من كل حاجه وخطفتك من شبابك وايامك الحلوين. ما خلاص بقى يابا حفظناها. 3 عيال يشبكوا يدهم في يد بعض ويعملوا فتاح يا ورده. اصبر يا اسمراني فارق مين قاسك؟ منور الورشه والمنطقه كلها يا عم الحاج. ربنا يبارك لي فيك يا ولدي، شلت الهم من صغرك ووقفت جنب ابوك صح. عد انت الجمايل بس. يلا بقى سمعنا صوت الحلوه، عليا النعمه ما حد هيجربها غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، تسلم يدك يا ولدي. تسلم ايدي اللي علمت يابا. على فين يا ولدي؟ هروح بقى اوديها لصاحبتها واجيب بقيه الحساب. انت قلت لي هي دفع لك كام؟ 50 جنيه وعلى مهلك وانت ماشي. ماشي. اه بقول لك. انا هعدي عليك بعد ما اخلص هنروح نتغدى سوا. وامي عامله لك بقى شويه دور النمائيه هيخلوك تنور الليله دي يا عبد الحاج. يا ولدي خلاص ما عادش ما عادش ما عادش ايه؟ ده حتى عار على الصعيد كله، ده اللي يشوفك يقول لك بقى صغير. حقك عليها يا ولدي، حرمتك من كل حاجه وخطفتك من شبابك وايامك الحلوين. السلام عليكم يا عبد الرحيم. اهلا يا شافعي. خير يا ولدي؟ ازيك يا راجل طيب؟ الحمد لله. المعلم قنديل عايزك ضروري في مصلحه. طب روح يا ولدي وانا جاي وراك. لا، ده وصاني وقال لي هاته على ايدك ضروري ضروري. امري لله، هات يدك يا ولدي. هات المفتاح مقفل لك الورشه. لا يا ولدي الدنيا امان، الناس كلها عارفيننا واحنا عارفينهم. والله انت راجل طيب، يلا تعال. دكتوره لبنى.
اهلا بدكتوره لبنى، اجمل واحلى دكتوره في شارع عبد العزيز كله. ايه انت ما عندكيش محاضرات النهارده ولا مزوغه؟ تفكرني بالكلام ولا ايه؟ انت فين يا زيزو؟ ما حدش بيشوفك ولا قعدت بتسال علينا. وانا اقدر، انا بس مشغول مع ابويا شويه، اليومين دول صحته ما بقتش على قدها انت عارفه بقى، وبعدين لما بسيبه شويه العرق الصعيدي بينفر وينزل لوحده الشغل. هنعمل ايه؟ ماشي انا هعمل مصدقك، بس بقعد يعني، اصلك بتوحشنا. بت ايه؟ بتوحشنا حبيبي يا عم لطفي. يا مؤاخذة يا عمنا، المعلم جاله مشوار طلع يقضيه اوام اوام. اتفضل يا سيدي، هو سايب لك ال 15 باكو دول وبيقول لك اهم شيء الغسالات يستلمها في ميعادها والباقي هتاخده ان شاء الله قبل الميعاد، هتستلموا البضاعه ان شاء الله. اهم شيء يكون شغل بيرفكس، ما يكونوش معيوبين وفيهم حاجه كده ولا كده. عيب يا ولدي، انا قفلت لكم شغلي قبل كده ورجع تاني؟ اهم حاجه الشغل بضمير. هستأذن انا ثانيه واحده، انضلنا الوصل ده بعد اذنك، انت عارف ان المعلم قديم نمك. حاضر يا ولدي. خد الكيس ده بقى، شيل فلوسك فيه. تسلم يدك يا ولد، ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام يا حبيبي، الف الف سلام. ايوه معلمي. استلم الفلوس ومضى الوصل. يعني مضى كده تمام؟ لو حياتك قبل الاسبوع كل الغسالات هتبقى عندي. عندي بقى ولا عندك؟ ايه هتفرق ايه يا باي عليك؟ بس باين ديل، عندي اللي عندك واحد، ما طول عمرهم واحد. يلا مع السلامة. الجعور، انت يا زفتي اللي اسمك جعور. امر يا معلم شرشابي. تلف الدنيا وتجيب لي شبره دلوقتي اهو من تحت تقطيل ارض، يبقى هنا، اوعى تيجي من غيره. فريره فريره يا معلم، في دقيقة واحدة بس يكون عندك هو مجرور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خلي عنه يا اسطى. ما تعرفش يا اسطى. ماشي يا عمنا. احنا بس كنا عايزين نساعد يعني. ايه يا عم عبد الرحيم؟ مفيش حاجة النهاردة ولا ايه؟ بكرة بإذن الله هسلم البضاعة للراجل وأقبض وأقبضك الباقي اللي ليك. ماشي يا بركة. اللي عندك يزيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ابن حلال جو الراجل ده يا عبد العزيز. هو ابن حلال، بس الجنيه اللي بيطلع من جيبه بيكتب له عمر جديد. انا كده تمام يا بابا. طيب قفل ويلا بينا. تسلم يدك يا ولد. ربنا يكرمك يا بابا. عمل لك شويه شاي ولا تخش تنام؟ ربنا ما يحرمني منك يا ولدي، انا هخش ارتاح. تصبح على خير يا ابو. وانت من اهله يا حبيبي. السلام ورحمة الله. أبو ميشو، أبو ميشو يا عم، قلت لك ما تحاولش. طب ادعي لها. طيب يا رب تكبر. اطلع بقى بالحساب. احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش جنيه غير لما تدور. ماشي يلا يا ريس. تحب تجربها بنفسك؟ ايه رايك يا عبد الايه؟ انت عملت فيها ايه؟ دي راحت لثلاث ميكانيكيه ما عملوش فيها حاجه. عيب يا معلم، طالما جبت زيزو تبقى جبت التوكيل. ادفع بقى بالستير ويعوض الله.
مش كتير. ايه؟ في ايه؟ مالك يابا؟ انا كويس يا ولدي ما تخافش. متشكرين يا ريتشا. متشكرين. متشكرين يا رجاله. ايه اللي حصل يا حاج؟ كل حاجه راحت يا عبد العزيز. سرقوا البضاعة اللي كنت هسلمها النهارده. تغور البضاعة يابا، المهم انت تبقى كويس. خلاص يا ولد انتهيت، انتهيت. ما تقولش كده يابا، انت هتبقى كويس وزي الفل. قوم معايا اوديك لاحسن دكتور في الدنيا. شيل حمولك يا ولدي، انت كبد وزياده، انت كرمت جلبت. انا كده خلفت راجل صح، يلم عظم ابوه لما يوجع. اديني البيت يا عبد العزيز. حاضر يابا، على مهلك يابا. حمل علي، حمل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشت يا عبد العزيز يا رجل البيت. مفيش راجل للبيت ده غيرك يابا. مالك يابا بس؟ ابوك زي الفل يابا، ابوك جبل. ويا جبل ما تهدك ريح. الريح كانت واعره قوي المره دي يا عبد العزيز. وجيه معاها زلزال يا ولدي. حتى لو 100 زلزال يابا، بكره تشوف. وليد، عايزك تروح حالا لاشرف بتاع الاغذخانه، تقول له عايزين دكتور لابويا دلوقتي حالا. لا لا يا عبد العزيز، مش عايز دكتور يا ولدي. احنا لازم نطمن برضك على جبل المقطم بتاعنا، ولا احنا هنفضل بقى نشيل كمان وكمان. حاسس بايه يا اخويا؟ حاسس انه بيتدلع علينا عشان يعرف غلاوته عندنا. توضى يابا، ولا تحب بقى اخدك دش عشان اعمل فيك اللي كنت بتعمله فينا وليد زمان. ما تستعجلش على الدش يا عبد العزيز. قلت لك ما تنزلش الورشه النهارده يا عبد الرحيم. راجل زي الفل ياما، زي الفل اهو، وبامر الله من بكره الصبح هينزل ورشته كمان. الحمد لله. عشت لحد ما شفتكم رجاله ملول عين. وهتعيش لحد ما اتجوزكم يا عبد الرحيم. اخدت الدواء النهارده؟ خدته يا حواطة. يلا بقى هونا عشان الراجل يصلي. يلا يا امه. تعالي تعالي بنتي. خليك جنبي يا عبد العزيز. هصلي واقول لك كلمتين يا ولدي. وانا هسيبك ابغى لما ترسيني على كل حاجة. هرسيك يا ولد عمري. هرسيك على كل حاجة. الله أكبر. الله أكبر. وها ماله يا عبد العزيز؟ كان نازل زي الفل، ايه اللي حصل له يا ابني؟ مش هو هيبقى كويس زي الفل، مفيش ان شاء الله، بس مش هعمل له شويه اكل كده، لقمه كده، شويه شوربه. طب انا هروح اشوف له دكتور. استنى. ايوه يابا. ريح هو جسمك على السرير كده. ريح، انت زي الفل اهو. تسلم يا ولدي. مدي يدك في السرير وطلع المحفظه يا ولدي. ايه؟ محوش من ورانا ولا ايه يا عم الحاج؟ دي ورقة فيها تليفون عمتك رتيبة. وايه اللي فكرك بقرايبك اللي عمرنا ما شفناهم يا ابوه؟ هقول لك على كل حاجة يا ولدي، بس اللي يقول ابوك تفهموا زين وتنفذوا كيف ما سمعت ودانك كلمة كلمة. وأنا سامعك، سامعك يا سامعك بوداني وعقلي وقلبي كمان. زمان قام الطار بين عيلتنا وعيلة تانية، ومات فيه رجالة كتير قوي، لحد ما جه علي الدور وأنا متعلم وكاره حكاية الطار اللي ملوش نهاية دي. رحت لبوك جدك فضلي، قلت له أنا حشيل كفني واروح لهم.
جدك كان قلبه جامد، قال لي لو عملت كده يا عبد الرحيم أنا اللي هطخك بيدي. هربت يا ولدي من البلد ومشيت من مكان لمكان ومن بلد لبلد لحد ما رسي بينا الحال هنا. لما كانت الحياة هتضيق بيا كنت عايز أخد كل بلد تتدفوا بقرايبكم، لكن قسوة أبوي كانت تحوشني، خصوصا لما عرفت إنهم قتلوا ولد عمي مكاني. أمك ما هتعرفش حاجة يا ولدي، أنت أول واحد يدرى بالحكاية دي، عشان كده عشت أنت وأخوك ما تعرفوش قرايبك ولا هم يعرفوكم. لكن آن الأوان يا ولدي تشوف قرايبك. تفتكر يابا ناس عملوا فيك كده ممكن أبقى عايز أشوفهم ولا أعرفهم أصلا؟ الراجل من غير أهل وناس بينداس يا عبد العزيز، بينداس يا ولدي. ادفني في البلد يا عبد العزيز، هتغسلني وتكفلني هنا وتطلعني على البلد جاهز، وانت اللي هتصلي علي 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى تقرا الفاتحة، وبعد الثانية تصلي على الحبيب زي اللي في التشهد، وبعد الثالثة تدعي لي بالرحمة والمغفرة، وبعد الرابعة تدعي لنفسك وأمك وأخوك والناس أجمعين. يا ريابة أنت زي الفل، وهتنزل ورشتك كمان وحقك هيجيلك وأنا اللي هجيبهولك بإيدي. لا لا يا عبد العزيز، لا يا ولدي، مش عايزك تفكر في الانتقام يا عبد العزيز. نار الانتقام ما هترحمش حتى اليد اللي ولعتها. تعالي يا عواطف اقعدي. زعلانه مني في حاجه يا ام الحيل؟ اشكر ربك يا عبد الرحيم، وان شاء الله بكره هتقوم بالسلام. طب تصدق بيا، انا شايفه لك منام حلو قوي، ان انت قاعد في الورشه وناس ياما حواليك وكلهم بيشتروا منك والحال ماشي على الاخر. اشكر ربك، اشكر ربك يا عبد الرحيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ان ضحكت لك الايام يا ولدي صاحبها وابتسم، اللي قلبه كبير كيف قلبك هيعيش والناس هتحبه. من مال عليك الحمل ميل وياه، الزرعة الذكية هي اللي تميل في وش الريح عشان تقدر تعيش. لكن جبينك ملك رب العالمين يا ولدي، خليه لفوق، الرزق بالله مش بيد حد. وياك وولاد الحرام يا عبد العزيز، وابعد عن شارع عبد العزيز يا ولدي، زي موج البحر على قد ما يعطي هيسحبك. اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين عبد العزيز ولد أخوي؟ هو موجود. أنا وليد أخوه. وليد، تفوت قدامي يا وليد وافتح الباب. اتفضل. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللي خلف ما ماتش يا ولدي. أنا وهدان عمك أخابوه ودول عمامك مندوه وعلي. البقية في حياتك يا ولدي. حياتك الباقية يا عم. هنتلم فين؟ أبويا وصى يندفن في البلد. وأبوك هيوافق؟ لا إله إلا الله، وصية الميت واجبة. ما أنت عارف دماغ أبوك ناشفة ومش هيوافق. ما تعقدهاش يا وهدان، يمكن لما يشوف ولده يحن ليه ويوافق. عبد العزيز يا ولدي، جدك فضل حالف عليه من سنين لا يورث ولا يندفن. أبويا هيندفن زي ما وصى يا عمي. الأمر لله. طب بقول لك ايه يا ولدي، ناخدوا الامانه ونلحق الطريق عشان نوصل قبل الفجر نصلي عليه. لا يا عم، خرجت ابويا الصبح من شارع عبد العزيز. شد حيلك يا ولدي، شد حيلك. يلا يا ولدي، شد حيلك يا ولدي. يلا نشوف. الله اكبر، الله اكبر. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. جنازة مين دي اللي غيمت على الشارع كله؟ جنازة الحاج عبد الرحيم العتالة يا معلم. بتقول ايه يالا؟ تصدق ان انا افتكرتها جنازة محافظ العتبة. جيرش، اطلع كده بره معرضك وبص على الشارع. شوف جنازة عبد الرحيم بيك العتال. ايه؟ بتقول جنازة مين؟ عبد الرحيم بيك العتال؟ صحيح يا معلم، ده ابنه زيزو ماشي قدام الجنازة اهو. عقبال ما نمشي بجوازتك يا مدير. عقبال ما احضر خارجيتك يا شيرش والليله عندي. بقولك ايه، قابلني في الخن بالليل عشان عاوزك. يلا سلام. الله يرحمك يا حاج عبد الرحيم. صدق يا معلم كان راجل طيب قوي طول عمره. وبعدين بقى هنسيب شغلنا ونقعد نعدد؟ الله، الحياة قبل من الميت يا جدعان. يلا انت قوم من هنا. حلوه يما الجنازه، حلوه. وفيها بنت جنازة حلوة وجنازة وحشة. الراجل مات ولازم نترحم عليه. يا
هياكل الفرخة بتاعته كلاتها عديله ربع جنيه. طب وانتوا هتاكلوا ايه؟ يعني امك عليش بعد لما انتوا تاكلوا تبقوا مبسوطين. عايز الربع جنيه بتاع الاول عشان اكل الفرخة بتاعته. يا واد بطل لما انا وكل الاول. الراجل لازم يبقى جامد علشان يقدر يشتغل ويدافع عن حقه. هو يعني ايه عتال يا ابو؟ عتال؟ عتال يعني شيال بتسأليه. اصل العيال بيقولوا لي ابوك عتال. ابوك احسن واحد في الدنيا يا واد راجل. الراجل اللي ما يعرفش يجيب القرش ما يقعدش مع الرجاله. الشغل مش عيب يا عبد العزيز. وانت اكتر واحد بتشتغل في البيت ده، عشان كده لازم تاكل عشان تبقى جامد. يعني جامد من غير ما اكل؟ انت بتلعبني ريست؟ هلاعبك. ناكل الاول يا عبد الرحيم. استني يا عواطف اشوف الولد وعضلاته. اجمد يا ولد اجمد بقى. اه غلبني يا عواطف. برافو يا عواطف. انت بتتغلبني. لا تعال نلعب تاني. هلاعبك. ها المره دي انا اللي هغلبك. جامد جامد يا عواطف. الواد فرهضني. مبارك عليك يا ولد. يلا يلا عبد الرحيم بقى. كل كل يا وليه. لو انا مش هكنيها على عيني واسكت بعد العلقه اللي رزعتهاني، لا اطلع من الدرس اعدي على شبرا اديله الفلوس واروح اتفق مع الراجل على عربيتين كبده تانيين عشان ادورهم في الشارع. طب جبت الفلوس منين يا عبد العزيز؟ من التنطيط بقى في الشارع يجيني شمال يابا، شويه بيع مناديل وشويه جرايد، هي كانت بترزق. في كل مره سالتك فيها عبد العزيز عن سبب جريك ورا الفلوس ما كنتش بسمع منك جواب يريحني. يا ترى دلوقتي هتقدر تجاوبني بعد ما هملت دراستك وحتى الدبلوم اللي دخلته مش راضي تكمل؟ في الاول كنت بقلدك، كنت عايز ابقى زيك يابا. ايديا تخشاني وادوق شويه من طعم الشقه اللي انت دايقه. وبعد ما قفشت قرش الاحلام كبرت. انت راجل طول عمرك شقيان يابا، ما ارتحتش لحظة، وأنا بقى نفسي ترتاح. نفسي أشوفك كده قاعد على القهوة بتشرب حجر معسل وشوية شاي. نفسي أجيب لك اللي أنت عايزه يابا، أحط بين إيديك كل اللي بتحلم بيه وتتمناه. وبعدين إحنا خلاص داخلين على زمن الجنيه، والجنيه مالوش صاحب. معاك معاك، عليك عليك. معاك حق يا ولدي، الناس بيوحوش والقرش بيجي هو معيار الشرف والامانه والكرامه. لكن لقمتنا الفقيره دي يا ولدي ربك بيبارك فيها قوي عشان من حلال. الشريف هيفضل طول عمره شريف، واللي جاب فلوسه من حرام هيفضل قلقان على بكره وحاقد على الغلبان اللي عاشها بشرف وامانه. العبره في النهايه يا ولدي براحه الضمير، عشان كلنا هنموت وهنقابل رب عادل هيسألنا عن كل حاجة، واللي ينسى انه هيموت يبقى يعمل ما بداله. خاف من الموت يا عبد العزيز، خاف من الموت يا ولدي. اعتذارك ميت يا عبد الرحيم، خفت من الموت وشلت العار. مقدر ومكتوب يا جدي، واكرام الميت دفن
هاتوا المأذون يا ولد. مأذون يا ابوي؟ احنا بنقول لك لسه ما خرفش يا وحدان. قلت هاتوا المأذون من سكات. ايه لازمه المأذون دلوقتي يا جدي؟ ابوك انحرم من الورث وهو حي، لكنه خلفك لاجل ما تشيل حموله، واذا كنت ناوي تدفن ابوك هنا يبقى لازم تتجوز بنت عمتك رتيبه دلوقتي. قلت ايه؟ السنة جاية ادفن ابويا. مع اسا حديت كتير، هي كلمه يا يا لا. ولو ما اتجوزتش بنت عمتي يبقى تاخد ابوك وتدفنه مطرح ما جيت. يا جد ابوس ايدك، دي وصيه ابويا انه يدفن هنا. الوصيه وعدل ربنا فوق رجبينا يا ولد عبد الرحيم. ابويا قبل ما يموت حكالي. ابوك حكالك اللي يعرفه، لكن انا اقول لك اللي ابوك ما يعرفوش، لاجل ما يعيش وخلفك فيه راجل من دمنا انقتل مطرحه وفات وراه ارمله حزينه، وزي ما وصيه ابوك واجبه عدل ربنا هيقول انك تشيل حمول ابوك وتتجوز ارمله اللي مات مطرحه ودلوقت وقبل ابوك ما يندفن. قلت ايه؟ عدل ربنا وكلمتك يا جدي سيف على رقبتي، وانا اعمل اي حاجه عشان انفذ وصيه ابويا. نادى على المأذون يا وهدان، هترجع بمقوطك وشوار اجداد. ماشي اللي تشوفه يا جدي. قربوك واجب عليك يا عبد العزيز، وكيف ما تصليت عليه لازم تاخد بطاره. حق ابويا عمره ما حيروح، حق ابويا في رقبتي. مع السلامه يا عبد الرحيم. مع السلامه. اللي خلف ما ماتش يا ولدي. يلا رجالة. هو كنت اتخضيت من الموكب اللي اتعمل في الشارع بتاع الصعايده ده. سيبك من الميتين بقى وخلينا في الصحيين. ليك عندي مصلحه، انما ايه؟ لوز مقشر. يلا خش بينا على اللوز المقشر. بص بقى، سيبك من المضروب اللي بره وخليه يبقى بيننا احنا الاثنين. انت باين دماغك لسعت، الحجرين كانوا نافوخك. انا يا عم اقعد يا عم، ما يبقاش قلبك خفيف كده. مين ده قاعد اللي قلبه خفيف؟ الشرشابي عمر قلبه ما كان خفيف. لازم تفهم ان احنا لنا اسمنا في السوق، احنا اكبر تجار في شارع عبد العزيز، لازم نخاف على اسامينا. صحيح احنا نفسنا ناكل الدنيا كلها في بطننا، يعني ممكن نزنق على بتوع القطاعي، نيجي على العيال الصغيرين، لكن كده يبقى عيب. وبعدين ما تنساش كمان ان انا ليا ابن ضابط شرطه. انت فاهم يعني ايه ضابط شرطه؟ فاهم فاهم. يعني مش لازم ابقى بدور على اسم انا لوحدي. فاهم فاهم. لازم ابقى كمان خايف على المستقبل بتاع ابني. فاهم، بس فهمني، ومين قال لك ان في حاجه هتبقى باسمنا او هتبقى موجوده في محلاتنا؟ امال ايه الحكايه يعني؟ بص، انا نقي واحد على الفروزه، كل حاجه هتبقى باسمه والبضاعه كله. احنا كل اللي علينا بقى ان احنا هنوزع الصعيد والمحافظات وكله كله. خلي بالك بس، ان شاء الله نوصل لجنوب الكره. كره؟ طب واحنا ايه اللي غصبنا على كده؟ القرش خفيف، التايواني دلوقتي ملا ربا واتباع رخيص، يبقى المضروب بالنسبه لنا ارخص. اقول لك بقى ليه؟ هنوفر بقى شحن، وهنوفر جمارك، وهنوفر حاجات كتير قوي قوي. خير بقى ان احنا اما نوفر كل ده يبقى بعد كده كل حاجه بقت بتاعتنا احنا الاثنين. وايه؟ والزبون بتاعنا انا وانت بيحب ايه؟ الرخيص، صح ولا لا؟ طب اما انت مالي ايدك قوي كده؟ عايزني في ايه؟ محتاجني في ايه؟ ايدي في ايدك، ظهرك في ظهري يسند. بعدين ما تنساش بقى عندنا صبيان كتير قوي، بق مفتوح عايز ياكل. غير بقى ان احنا عندنا مشكله الضرايب يا حبيبي، كتير علينا قوي، صح؟ فكر بقى وقول لي هنعمل ايه. يا
عارف يا ولد انك حزين، وعارف كمان انك جدك خربط لك مخك بالجوازة اللي ما كانتش على البال دي. ولو زعلت عندك حق، بس ها الكبير كلمته عندنا حكم يا ولدي، وجايز هو شايف حاجة احنا ما نشوفهاش، وعارف حق احنا ما نعرفوش. ما تعرفش الخير فين يا ولدي؟ كله يهون يا عمي لاجل مدفن ابويا في ترابه. هو قالها، مش عايز اعيش غريب واموت غريب. بس انا يعني لما جيت هنا لقيت له اهل وعزوه وناس زعلت. حسيت قد ايه الراجل ده اتبهدل وشقي وعاش لوحده. ابويا يا عمي كان عامل زي واحد مسافر خد القطر ومعرفش ينزل منه، تاه في نص الطريق، عرفش هو رايح فين ولا جاي منين، نسي حتى ان في يوم من الايام كان مسافر. كان عايز يعيش، اي حاجه كانت ممكن تونسه. طنطتنا حواليه كان بيبسطه ويونسه، ضحكة أمي في وشه حتى هو بيتخانق، كان بيدور على ونس. صوت ابتهالات صلاة الفجر دي كانت بتونسه. منساش لما كان يحط الراديو في حضنه على محطة القرآن الكريم، استنى لحد ما الأذان يصحي يقوم يصلي الفجر. تعرف يا أبو عزيز يا ابني، أشد وقت ظلمة في الليل إيه؟ قبل طلوع الفجر بساعة. بقيتش خاف من الظلمة يا عمي. زمان كان جدك يلمنا حواليه، كان عمك وهدان يقعد هنا، وأبوك جاره، وعلي كان صغير كان يقعد على الأرض هنا، وأنا في مكاني وكان جدك يتوسطنا يقعد يحكي لنا حواديت عن أمنا الغولة والأشكيف والجنية وأبو رجل مسلوخة، وكنا نقعد كلنا مبحلقين ومكتومين ترمي الإبرة ترن. وكان علي دي من صغره جبان عيخاف، خطف أبوك في يوم الكلب وطلع يجري جري وراء علي. جدك استغرب قال خدي علي تجري ليه؟ قال له أخاف من الظلمة وعجل ورا الكلوب عشان أبقى في النور يا أبوي. مسكوا الدالي ومية حتة الدين علقة، بطل من يوميها الخوف خالص. قوم يا ابني خليك تصلي الفجر وتلحق تنام لك ساعة قبل ما تسافر. صلى الله ما تسافرش وتوه وسط الزحمة زي ما تاه أبوك منينا زمان. قوم يا ابني قوم. بابا أنا رايحة كلية، عايز حاجة؟ بالسلامة يا حبيبتي، بس مش الوقت متأخر شوية؟ ما أنت عارف إن ماما بيبقى بعد الظهر. آه صحيح. بقول لك إيه؟ ما أنا معايا فلوس. خدي بس خدي، اركبي تاكس بلا زحمة الأتوبيسات دي. ما الأتوبيس هنا خد مننا رئاسي يا بابا، حاجة جديدة يعني؟ لا لا ده كان زمان، أنا بنت الدكتورة لازم تروح بتاكس وترجع بتاكس وهي حاطة رجل على رجل كده. دكتورة مرة واحدة؟ اه طبعا يا حبيبتي. بتاخدي فلوس تاني؟ ما أنا هاخد بقى، بس لما تيجي الكتب إن شاء الله، ما هتنزل رف كده ومش هنعرف نلحق عليه. عينيا ليكي أموري. بابا أنا كان في يعني موضوع كده في الكلية كنت عايزة أتكلم معاك فيه. موضوع إيه؟ مشكلة يعني كده مش عارفة أحلها. يا ساتر يا رب. طب تعالي بقى نقعد كده جوه شوية، ها؟ تحكي لي على كل حاجة، تعالي، هعطلك شوية، تعالي. اسمع بقى يا بنت عمتي، لازم تعرفي ان عمري ما فكرت في الجواز لا زمان ولا دلوقتي، وانت بالنسبه لي مجرد حاجه واحده. ورده وموافقه بيها يا ولد خال. خدني معاك، خدني معاك يا عبد العزيز، دي العيشه هنا وعره قوي، ده الموت جارك اهون من العيشه هنا. طب اهدي، طيب صلي على النبي.
خلاص بقى، وانت طلعت بيضة وقشطة كده وزي الفل. امال امك طالعة سمرة وزهرة كده ليه؟ انت عندك عيال؟ الله الله الله، في ايه طيب؟ بلاش يا ست السؤال ده خالص. انا بسألك يعني عندك عيال هيجوا معانا مصر ولا هيستنوا هنا ولا ايه؟ مش اكتر. خلفتش. ايه؟ خلفتش. انت قعدتي قد ايه متجوزة؟ يا نهار ابيض. خلاص صلي على النبي. ده انا اسالك سؤال عادي، قعدت قد ايه متجوزه؟ ما فيهاش حاجه. 7 سنين. كم؟ 7 سنين وخلفت. اتعزيت مطرح ما تحطني هتلاقيني، ولو طلبت منك حاجه طلقني في ساعتها، ان شاء الله تحرمني من المياه والعيش. احب عليا. خلاص خلاص هاخدك. لا اله الا الله. العربية جاهزة وفيها خلاجات بنتي وعزالها. مش عايزين خلاجات يا عمتي، انا اخدها كده باللي عليها. موافق. اسمع يا ولد اخوي، احنا عشنا في الدار دي وعمر ما حد فينا قدر يكسر كلمة قالها جدك. جوازك من بنتي على عيني، بس انا قلبي حاسس انك رايد بنت من بنات مصر، والجوازه دي جت خربتت لك حياتك. وانا اللي بقولها لك اها، بنتي مش اكتر من ضيفه عندك وعند مرض خالها. ملوش لزوم الكلام ده يا عمتي. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان انفذ وصيه ابويا، وبعدين اشجان في عينيا، وان شاء الله عمرها ما هتشتكي لك مني. لا ده انت تديها فوق راسها وما يهمكش، وان زعلتك في حاجه شد لي تليفون بس وانا اجي احرقها وهي حيه. امك اسمها ايه؟ عاطف. سلمي عليها. اللي خلف ما ماتش كان شايف عبد الرحيم اخوي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا عمتي. أنا بأمر الله بقى أزورك وأطمن عليك من وقت للتاني. لا ولا تاجي ولا تتعب نفسك. يلا العربية مستنياك، هتوصلكوا لحد الموقف. اسمع يا ولدي، المرة لما تبقى على ذمة راجل ملهاش حق غير في اللي يمد يده ويعطولها. وأنت يا باه أنا بقولها لك قدامها، ما عايزاش دلع ماسخ، لا رايح فين، لا جيت منين، لا تأخرت ليه، لا عايز أكل ده وما أشربش ده. يلا العربية جاهزة قدامي. لا 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 لا، ده كده يبقى مستقصدك وده مش كويس، ممكن يديكي درجات وحشة وده يأثر على تقديرك طبعا. ما أنا اتكلمت معاه وسألته وحضرتك متضايق مني في حاجة، رد عليا بغلسة كده ليه؟ وأنت أصلا ما تقدريش، ولو فكرتي تعملي كده مش هتطلعي من السنة دي. يا ساتر يا رب، ده مغرور قوي. امال لما يبقى دكتور هيعمل ايه بقى؟ ابوه بقى رئيس القسم، ده ما يلطش بصراحه. استغفر الله العظيم يا رب. طب اسمعي يا حبيبتي، احنا مش صحاب؟ اه طب صحاب من زمان يعني. هقول لك على حاجه، يكونش جدع ده عينه منك وانت مطنشه. عينه مني ايه يا بابا؟ تصدق بقى انا غلطان ان انا قلت لك. سلام. طب فكري في كلامي. فكري في كلامي بس. استرها معاها يا رب. الله، ازاي كده؟ القمر بيطلع بالنهار؟ طب نظرة واحدة بتاع صيدلة كده، حقنة في الأنتبيوتك في العضلة والنبي، والله لولا عم لطفي. لو سمحت احترم نفسك. هو أنت؟ آه عسكري ماشي صح؟ في إيه؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ عيب بقى لما تسألينا سؤال زي ده. ماشي يا حضرة الظابط. طب عايزين نتكلم شوية ولا المحاضرة أهم؟ بصراحة بقى المحاضرة أهم. تبقيش سخيفة بقى. بقول لك إيه يا لبنى؟ أنت فاهمة كويس أنا عايز إيه؟ مشكلتك إني فاهمك كويس. انت بقى اللي مش فاهم نفسك. عارفه لو حد غيرك قال لي الكلام ده كنت عملت فيه ايه؟ ما هو ده اللي بقول لك عليه بقى. اللي عيش متدلع زيك كده وكل حاجه عاوزها بيلاقيها، ما بيحترمش مشاعر حد، بيبقى اناني. يا بنتي اناني انت هتجننيني؟ انا ناقص اركع على ركبي واقول لك والنبي حبيني زي ما بحبك. عاصم انت ما بتحبنيش، انت عايزني عند مين؟ قال الكلام ده؟ طريقتك معايا انت حتى مش قادر تتخيل ان انا ممكن ارفضك.
مش عارف تقدم نفسك ليه الطريقة، ما تخلينيش اخاف منك. انت حتى لما جيت تتكلم معايا اخترت المكان الغلط. انت مش عارف زمايلي ممكن يقولوا عليا ايه. محدش يقدر يجيب سيرتك بحاجه. انت مش عارف انا مين ولا ايه برضه؟ ما هو ده اللي بقولك عليه، طريقتك دي هي اللي خوفاني منك. طب اعمل ايه عشان تصدقي اني بحبك؟ اعمل ايه عشان تطمنيني؟ بس ايدك، انت اتجننت ولا ايه؟ انا عندي معمل. عارف ان الكم اللي اخدناه النهارده كبير، بس لازم تعرفوا ان المعمل هو المكان اللي هنتعلم فيه يعني ايه صيدله، مش الكتب ولا المراجع. وياريت نركز مع بعض عشان هنعمل معادله تحضير المورفين من مكوناته الاوليه. تمام؟ تمام. لو سمحت يا دكتور، انا اكتشفت ان معادله تحضير المورفين ممكن توصلنا لمعادله تانية نحضر بيها الهيروين. ده احنا معانا في الدفعه مدمنين اهو. يا دكتور انا بتكلم بجد، يعني انا حتى كتبت المعادله هنا. طب تعالي هنا يا دكتور ورياني. الحقي الحديه راح تخطف العصفور بتاعي. ده بعدها. خليكي عامله لي كده فيها الملكه فريده لحد ما يعلنوا خطبتهم. ساعتها يا عيني هروح منك للصيدلات بتاعت بابا والخميره اللي نايمين عليها كمان. ما تبقيش عبيطه، مازن عمره ما يفكر في واحده زيها تتشعبط في اتوبيسين. لا والله. طب يا حبيبتي بصي على المشهد الرومانسي الكميل اللي هناك ده. وادي اسم المرجع اللي فيه المعادله، وريت بقى نبطل ننقل من المراجع ونيجي نتنطط على زمايلنا. والله ما عملت كده، اصل التحويل منطقي وجه في دماغي وتخيلت انه صح. تبقي فلتة بقى واحنا مش واخدين بالنا. هو انا عملت حاجه ضايقت حضرتك؟ هو لسه بتسالي؟ المفروض واحده شاطره زيك تركز في مذاكرتها وبس. طب ما انا مركزه في مذاكرتي وبس. امال مين اللي انا شفته معاكي الصبح ده؟ خطيبك؟ لا طبعا مش خطيبي. امال مين يعني؟ شكله كده مش اخوكي خالص. لا هو مش اخويا، هو بس هو زي اخويا فعلا. اخوكي بقى وابن خالتك والجو ده. بقول لك يا لبنى، ركزي في مذاكرتك احسن عشان هي اللي هتنفعك. بس انت صلي على النبي وريحها، خديها معاك وانا بكره الصبح هفهمك على كل حال.
انت مين؟ انا اشجان مرت اخوك عبد العزيز بنت عمتك رتيبه اخت ابوك عبد الرحيم. ابوك مين؟ يا جريدو فهمني يا عبد العزيز معناته ايه الكلام ده؟ يا مين اللي قاعده بره دي يا عبد العزيز؟ اوه ما قلت مراتي جدي حكم عليا بكده. مراتك يعني ولا خطيبتك؟ وجدك ده يلزقها لك بمناسبة ايه يعني؟ بمناسبة ان رايح انفذ وصية ابويا يا اما. بس بصراحة شكلها طيب قوي. انت تتنقل على عينك وتروح كليتك يلا روح. خلاص بقى يا اما. لا مش خلاص دي جوازة يا ولا ما تفهمني رد عليا. هي ورطة اتورطناها وخلاص. ورطة وخلاص؟ دي شكلها تخلفك. هي كانت عاملة هناك وبيلزقها لك ليه؟ استغفر الله العظيم. انا قلت لك ان انا ارمله وان جوزي راح فطار عبد الرحيم اللي هو يبقى. عارفه يا اختي جوزي الله يرحمه بس الغلبان ده ذنبه ايه يعني؟ ولعوا في بعض بقى. هو شارع عبد العزيز ناقص؟ اقعد بابي يا حسون. اهلا يا زيزو طلع بطاقتك يلا طلع بطاقتك على طول. في ايه يا عم مفتاح؟ خلصت الجيش ولا هربان؟ بتتكلم يا عم مفتاح في حد سرق تاني في الشارع؟ بقول لك ايه ارفع ايدك وبطل غلبه. النهارده في يوم انضباط. استغفر الله العظيم. يعني انتوا سايبين الشارع كله جايين تعملوا انضباط عليا انا؟ بطل لماضه يا زيزو. الضابط قاعد في العربيه وبيراقبنا. انت كان ممكن تبات في الحجز الليله دي. انا عاوزك تلبد في اي حته لحد بكره فاهمني؟ خد بطاقتك اهي وامشي. ماشي. البقاء لله. انا عرفت ان ابوك توفى. عرفت؟ عرفت. وما عرفتش مين اللي سرق الورشه؟ يبقى تعالى بكره اعمل محضر. يلا امشي بقى. كتر خيرك يا عم. يلا. I'm gonna make sure.
ابوك كان راجل مكافح عزيزه. بركه فيك. عايز اعرف مين اللي سرق ابويا يا عيال. عايز اخد حقه من اللي سرقه وموته بحصرته. ابوك ما ماتش قتيل. ابويا مات. شاب روبك. ايه اللي عرفك؟ ليلتها كنت راجع من بروفا وكنت راجع متاخر. شفتهم بيحوموا حوالين الورشه، شكيت فيهم. اول ما شافوني راحوا عاملينني مبالغه قوي واهتموا بيا وطلعوني لحد البيت وراحوا نازلين. بعد كده لما سمعت ان الورشه اتسرقت شكيت ان هم. مش واخد بالك هم مراقبيننا ازاي؟ الكاس ده بتاعك؟ اه. في شريط؟ اه بس ده بتاع المسرحية. معاك في نسخة تانية يعني؟ معايا في البيت. طب أنا عايزه وهرجعه لك تاني. سلام. يا جدع أنت ده؟ يا جدع ما زقتكش يا جدع. يا جدع أنت بقى. بقول لك ما حصلش مني. عورك اشرب وقعدي. بقى في حياتك يا زيزو. المرحوم كان غالي علينا قوي. مش هتحترمي نفسك بقى وتعرفي ان ليك اخ كبير يلمك ولا اكسر لك دماغك. نزل ايدك لحسن ودين لما بابا يجي لي اوريك. طيب يا بنت انت ايه اللي وداكي شويه دلوقتي اسمه عبد العزيز؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت بعزيه بقول لك. الله بعدين هو ما كانش هناك امي كانت موجوده. بتعزيه امه ليه؟ بيت عيلتنا. انت مش بدل ما تروح بتعزيه انت مش ده بيتك. نزل ايدك لو هتحارب. هو ده اللي اديت عليه يا ابويا بدل ما تديها جوزي اللي انا متربيها. متربيه احسن منك. عارف لو مديت ايدك عليها تاني ولسانك. يا عم هتعمل ايه؟ هتحرمني من راسي. يا عم امشي. طب بره بره امشي. امشي يا ابويا. بس لازم تعرف ان الهانم المتربيه كانت في شقه الواد اللي اسمه عبد العزيز. قال لي بتعزيه مش ناقص كمان غير الواد العتالين بتاع الصيدله. امشي يا عم همشي. انا متربيه احسن منك يا صايع وبقول كل انا عارفاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين وبعدين معاك أنت وأخوكي هتفضلوا كده نائر ونقير؟ هتفرجوا عليا الشارع؟ أنا تعبت والله العظيم. تلاتة أنا تعبت يا بابا. أنا أسفة والله ما حصل حاجة. أنا رحت عزي أصلا عبد العزيز وأصلا هو ما كانش هناك. مامته بس اللي كانت موجودة. يا بنت أنا مش بشك فيك ولا في عبد العزيز. أنا في المصيبة التانية. أخوكي ده من ساعة ما اتخرج وجاب لنا مشاكل ومش عارف أعمل معاه إيه. زهقت منه. انا ما عارفه هو بيعمل كده ليه. ليه يا بنتي فاهميني؟ عشان انت ما رضيتش تديله فلوس يسافر اول ما اتخرج فبيعمل كل الحاجات دي عشان يخيصك ويخليك تديله فلوس. اجيب له منين بس؟ ما على قدك اهو. اجيب له منين؟ استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يهديه. ربنا يهديه. ايه ده؟ دي مطوط بكر. هو مات؟ تف ببعض يا شبرو. أنا هنا. عايزين مني إيه تاني يا شبرو؟ هترن ليه من صباحية ربنا؟ حد الله بينا وبينك يا زيزو. ده إحنا بينا عيش وملح يا جدع. شوفوا بقى يا زبالة شارع عبد العزيز كله. اللي محدش عارف يلمكم ولا يعمل لكم رجال. مفيش حرامية في المنطقة غيركم. والإبرة لو راحت بتعرفوا مين ضيعها ومين لقاها. يبقى نمشي عدل عشان نبقى حبايب وما نزعلش بعض. سلك يا اخويا. سلك كان ابوها بيعمل منه شغل عشان ياكل عيش بالحلال. الله يرحمه. استكترته عليه اللقمه وموتوه بحصرته. قلنا لك الله يرحمه. قسما بالله يا شبرو ان ما قريت مين سرق البضاعه وراحت فين لاكون مكهربكم ودافنكم في قلب الورشه. هنا كده عيب يا زيزو. وضاعت ايه وورشة ايه برضه؟
يا زيزو عيب، ده احنا كنا جايين ناخد فيك العزام توبيك الله يرحمه. اهو ده الكلام اللي يزعل يا حبيبنا. وبيدا قال لك ان احنا زعلانين منك، يبقى تزعل يا روح امك. ايه ده؟ هو زعل وحش يا بكرو؟ تمام. قول لصاحبك يا حبيبي، قول لصاحبك طعمك كهربا ايه؟ انا متعشي مش عايز. هتقول ولا لا يا شرف؟ هقول على ايه يا زيزو؟ بقول لك جايين ناخد فيك العزا انت وابوك يا جدع، هو العزا كده في سن وبلدكم؟ اه يا زيزو هتقرا يا زيزو، هتقرا يا زيزو، هتقرا يا زيزو كده يبقى حبايب. وانا هسكت، ولو الكلام تمام ودخل الدماغ نبقى اصحاب، ولو الكلام ما عجبنيش هيبقى ده اخر كلام في عمركم. والتسجيل ده شاهد علينا ولا ايه يا روح امك؟ ما كانش العشاء يا زيزو، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض يا جدع، ده احنا ولاد منطقة واحدة، ده احنا لو كنا سرقنا كان بان علينا يا جدع. انت مش مصدقنا برضه يا زيزو، العيش والملح ما نعرف حاجة عن اللي انت بتقوله ده. يبقى عجبتك الكهرباء يا حبيبي، يبقى عجبتك الكهرباء يا روح امك. اديل وش الجاب، اديل وش الجاب يا زيزو. اديل وش الجاب، ادوا لابوك 15000 جنيه يجيب بيها بضاعة عشان يقفل الغسالات وياخدوها يبيعوها منه. ابوك وضعه، ابوك وضعه على اصل امانة بالمبلغ كله. وبعدين اديل وش الجاب راح لابوك وطلبوا منه 15000 جنيه اللي ادوها له. وابوك انديله الصورة نسرق البضاعة عشان ابوك يبلع الطعم. والبضاعة راحت فين يا شرف؟ طب اطفي الزفت ده واحنا بقول لك. البضاعة راحت فين يا شرف؟ انديل هو اللي وصله لسرقها يا زيزو. وابوك ما ضلوا عليها بوصل امانة، ولما خاف عليه من الحبس ابوك ما ضلوا على المبلغ دوت، ولما خاف عليك انت واخوك الصغير اداله تحويشه العمر ومات مفرفر بالحسرة. عايز حاجة تانية يا زيزو؟ ادينا قلنا لك على كل حاجة. الله يخرب بيت اليوم اللي انت وابوك جيتوا فيه وفتحت ام المخروبه ده. خلاص خدت اللي انت عايزه، فكنا بقى. الله يخرب بيتك، فكنا بقى يا زيزو. يا زيزو حلنا بقى يا عم. اقول لك اهو بلاش تفكنا، حلنا بقى خلاص. ابو حل روحكم. ما تنسوش تقفلوا الورشه وانتوا ماشيين. زيزو زيزو، طب اسيب لك المفتاح مع مين؟ ابوكو. انزل فكني يا عم، التعب ما بتشوفش، افكك ازاي يعني؟ قد يا غبي ما تبقاش حمار، انزل فكني عشان افكك. طب فكني. طيب خلاص انا هتصرف، يلا بينا. يلا يا اسطى، اديله الصورة نسرق البضاعة عشان ابوك يبلع الطعم. يا نهار اسود، دي كومبينة واتعملت على ابوك. واي كومبينة يا صاحبي؟ ولاد الكلب ادوله بضاعة ب 15 ومدوه على وصل امانة، سرقوا منه بضاعته وخدوا منه الفلوس برضه. طب قولي الاول، انت جيت من الورشة على هنا على طول؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش حد غيرك ادي شريك من المصيبة دي. ايوه بس العيال دي بلطجيه يا صاحبي، وانا بصراحه مش فاضلهم. طب خلي حد فيهم يقرب لك وشوف ايه اللي هيحصل له. ما احنا برضه مش هنشتغل بلطجيه. حاول تسمعني يا صاحبي،
ما تخليش الظرف اللي انت فيه يغير اجمل ما فيك. اجمل ما فيا هو اوسخ ما في الدنيا، الضعف. انت مش مره حكيت لي على واحد طلع لابنه من القبر وقال له خد لي حقي؟ هاملت. انت بقى ناوي تعمل زي هاملت؟ صورته بقى ما بتفرقنيش يا اياد. كل ما اغمض انا اشوفه قدامي مرمي على الارض في الورشه. ايه ده يا زيزو؟ ايه ده؟ ده امر الله. ربنا بيؤمر بالعدل. ايوه يعني انت ناوي بشحنتك دي تعمل ايه طيب؟ الى ليه طار وما ياخدوش يبقى عويل، وليه ليه حق ما يطلوش يبقى ما يستاهلوش. بص لي يا صاحبي، بص لي يا زيزو، عارف انت هتقول ايه، ويا ريت بجد اكون اتغيرت، لان اللي ما تغيروش ظروف زي دي يا اياد يبقى جبله وما عندوش دم، وانا عرفت طريقي خلاص. هاملت اللي انت بتكلمني عنه ده لما انتقم راح ورا الشمس. وماله؟ احنا خدنا ايه من وشها عشان نخاف من وراها؟ سلام. طب ولبنى اللي قلبك زي ما بتقول مش في صدرك؟ لا، معاها لبنى خلاص راحت حته تانية، هتبقى دكتوره وبتفتح اجزخانه، وانا ولا حاجه، انا في قاع الدنيا. فاكر زمان في دروس الكيمياء كان يقولك معانا راسب في الأنبوبة؟ أنا بقى الراسب ده، راسب في الحظ وراسب في الدراسة، وأبقى راسب في نظر أبويا لما خدتلوش حقه، وفوقيه دم الحرامية. سلام يا شاعر. يا ابني اهدى بقى. ابعد عني، محدش مقاس قلب أبويا عليا غيرك. يعني أنت فاكر إن هو بيحبني أكتر منك؟ إحنا اتنين ملناش إلا بعض. يا بنتي ابوك عايز يحنطني جنبه، عايز نقف ليل نهار في المخروبه بتاعته دي، ابيع كراريس وقلام واديني يوميه زي الاجريه والشيالين، دي اللي ناقص. ومالهم بقى الشيالين؟ بتحبيه؟ هو ايه ده اللي بتحبيه؟ الواد ابن العتال ده. وديني وما اعبد لو ما احترمت نفسك معايا لاكون مورياك، خلاص؟ بس سيبك من الهليله دي وجاوبيني على قد السؤال، مش احنا زي ما بتقولي مالناش غير بعض؟ يا ابني افهم، ده انت خريج حقوق، زيزو ده متربي معانا. لا والله. طب اعتبريني يا ستي مقتنعه باللي بتقوليه، بس انا عايز افهمك على حاجه، الواد ده مش هينفعك. يا بنتي صيدلانيه وصايع، هتيجي ازاي دي؟ ما هو طريقتك دي هي اللي موديك في 60 داهيه، وبعدين اصلا اللي انت قلته ده اصلا اي كلام. او كل ما بتتحمي عشانه كده بتاكد ان انت بتحبيه. ان انا ايه؟ ايه يا غلس؟ ما علينا يا ستي، وانا مالي، خلينا في خريج الحقوق. ينفع اقضي عمري كله في مكتبه ابوكي واكون منها مستقبلي؟ لا انت اول ولا اخر واحد هيمسك شغل ابوه يحاول يكبره. كلام بقى اللي ما بياكلش عيش. خلاص سيبك بقى من الكلام اللي مش عاجبك. قول لي بقى، واحد بتاع حقوق هيسافر بلاد بره هيعمل ايه؟ اذا كان اصلا القانون اللي بيطبقوه هناك ملوش دعوه باللي انت بتدرسه هنا في مصر. ومين قال لك ان انا رايح اشتغل محامي اصلا؟ انا رايح اقلب رزقي زي غيري، وقبل ما ادفع لمكتبه ابوكي دي انا مش هقف فيها والله لو موتوني. انما بقى لما دلوقت ابوها تلعب في دماغه كده وتحنن قلبه على اخوها الوحيد، ساعتها بقى يبي بالقرشينات وكنت انا. ماشي ماشي يا صالح حبيبي، انا هكلم ابوك واخليه يديك الفلوس، بس بقى تنزل تعتذر له على قله ادبك اللي انت عملتها معايا دي، وتبوس ايده كمان. نهار اسود، انا ابوس ايدك وايده ورجله كمان لو حبيت. والفلوس اللي تاخدها تبقى ترجعها اول ما تشتغل. تحب اكتب لك بيمشيك دلوقتي؟ لا يا ناصح، اكتبه لابوك. طب ذوقي بقى عجلك، يلا انزلي. لا هنستنى لما يطلع يا رزق. بلاش رخامه بقى، انا ما صدقت ترضي. طيب على النعمه، انت احلى اخت في الدنيا، وراك بقى ان انا موافق اتجوز الواد ابن العتال ده؟ طب عليا النعمه، ما انا نازله. وبعدين بقى وانت اسم النبي حاسك وصاينك، هتفضلي قاعده كده؟ عايزاني اعمل ايه وانا اعمل مرات خالي؟ ما اعرفش، اعملي اي حاجه بدل قعدتك دي. عايزاني اخش جوه عاد؟ خش يا دي عاد ومش عاد اللي احنا مش هنخلص منها دي. خش المطبخ اعملي اي حاجه. ما عايزاش اكل ولا اشرب، اخش اعمل ايه؟ يا دي ميلا، امسحي المطبخ، اعملي المواعين كده، يعني اي حاجه تلحلح. مسحت المطبخ من بدري والمواعين اتغسلت ومسحت الارضيه. طب قومي افتحي الباب، قومي فزي. حاضر يا متخيل. وشيلي الهبابه دي اللي كل ما دبله تعدي تحطيها على وشك. حاضر يا متخيل. يا دي مرات خالي ومرات عمي، لا اللي احنا فيه ده. مين؟ مريم. دي خالتي. جيتي في وقتك. دي خالتي. ازيك يا حبيبتي؟ جيتي في وقتك يا حبيبتي. ايه يا خالتي، مالك بعتيلي اللي في حاجه؟ ابدا، مخنوقه يا اختي وعايزه اتفك. مش تعرفينا بالست الاول؟ انا اشجان قريبه المرحوم من البلد. ايوه يعني هي مرت خالي يعني. قومي اعملي لنا بقى شاي ولا قهوه؟ شاي. وعشان بقى متجوزه ولا ايه؟ ها؟ هي متجوزه، امال جايه ادور على عريس. قولي لي بقى يا خالتي، زيزو كده جاب البلد ها؟ جه طبعا.
ما هو جايب مرات خالي معايا. ايه هي مرات خالها ولا انت مرات خالك؟ ايه قولي لي احكي لي ايه. يا اختي والله ما انا عارفه. المهم انت عامله ايه يا مريم في كليتك؟ احكي لي. الحمد لله لسه جايه من المستشفى. قولي لي بقى يا خالتي زيزو عامل ايه دلوقتي؟ الشاي. ايه ده؟ انت لحقتي تعملي الشاي؟ اصل احنا كده البراد ما بنشيلوش من على النار، ولما الميه تنقص بنزودوها، عشان كده جبتوا طوال. وانت هتفضلي قعدانا كده؟ يمكن تحتاجوا حاجه تجيبها. يا بنتي الناس خش جوه، لما عاوزك هبقى اندهلك. ناديتك العافيه يا مرات خالي. حاضر. عندك الهم على مرات خالك من بدري. باين عليها ظريفه ولمحه قوي يا خالتي. قوي يا بنتي لما استويت. قولي لي يا خالتي هيبقى ليا هنا كتير؟ ها؟ من امبارح بس بمقام سنه. يا رب يديني الفلوس ويخليني امشي واخلص مصالحي. اتهدي بقى اما اشوف المصيبه اللي انا فيها دي. اولا الفاتوره دي ما تمشيش معايا خالص. اول مره تبعت لي فاتوره ملخبطه بالطريقه دي. يا مش مو اولا كلها تشطيبات والحاجات كلها مش راكبه على بعضها ومفيش تفصيل حتى عشان ابقى عارف. عمال احسبها عندي هنا دلوقتي مفيش اي منطق. ازيك يا واد يا كهربا؟ امني بس انت لا تقول لي محاسب ولا تقولي مش محاسب. ما بتردش ليه؟ مش بكلمك؟ يا عم بس الحمد لله. انا حسابهم عندي دلوقتي انا موافق على ايوه هم 298,000. 209 ايه؟ لحظة واحدة 209. لا لا هم 209 مش 299. لا 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 فهمني بس. انا وبعدين انا مش هتنفع معايا كده بالاول. انت حضرتك تاخد الفاتوره بتاعتك انا هبعتها لك اللي متشطبه وكده ما اقدرش اقدمها. وهحسبها انا براحتي وانت كمان احسبها براحتك وبعدين نبقى نتقابل. لكن اللي انت بتقوله ده ما يلزمنيش خالص. مع السلامه مع السلامه براحتك. يا رب عايزه ايه يا منيله انت كمان؟ نعم ما قلت لك عايزه 300 جنيه وخلصني. 300 جنيه هي سايبه؟ وانا مفيش غيرك بصرف عليه ولا ايه؟ لا مفيش غير النانوس اللي على الحجر اللي بياخد كل جمعه 1000 جنيه. انت مالك ومال النانوس؟ وبعدين اما تعوزي حاجه اروح امك كلميني في التليفون، مش كل شويه تنطيني بمنظرك ده. ماله منظري؟ يلا خوري من هنا. طيب ابعت لي الواد الكهربائي ده احسن فشت السخان بتكهرب. والله بتكهرب؟ لا يا رب تكهربك انت وامك واخلص منكم في يوم واحد. خوري يا بت. يا حول الله يا رب. غوري اتأخرت يا زيزو. ما اقدرش اتأخر على سيد المعلمين برضه. ايه؟ بتدور على شغل؟ كلك مفهومية يا معلم. ابوك الله يرحمه كان شغيل وكان جدع بس للأسف كان غشيم. قول لي بقى يا بطل مبسوط في الحته اللي انت فيها ولا انقلك المطافي زي اسماعيل ياسين؟ جراح شويش عطيه ما تلم الدور بقى. تمام يا باشا. بقول لك ايه يا حجيجه؟ قول انت عامل ايه مع الحاجه؟ ولا انت بتلغوص بالخن بتاعك انت والحاجه انديل؟ يا واد بطل ده انا مدلع امك اخر دلع. بقول لك ايه؟ يا ست الحاجه برضه وانت شكلك بتلعبها. شاي يا حاج. الله يخليك يا عزيز. الله انا قلت حاجه؟ لا ده انا بقول الحاجه هانم باشا. عايز ايه تاني؟ انا بس نفسي افرح بيك كده واجيب لك واسطه جامده انقلك هنا المسكي واجوزك عشان يبقى الجوازه ونقله المسكي في جمعه واحده. اذا كان عروسه يا حاج ما هي موجوده. يا انت مخك راح فين؟ ادي يوم الدخله هتيجي مربطه بشاش ويمكن تحط بدل الروج ميكروكروم. اه والله. خليك انت بس يا عم في الحريم بتوعك بتوع الوزن التقيل دول وسيبنا احنا نعيش حياتنا. يا واد انا عايزك تقب على وش الدنيا. شوف لك بنت لواء ولا حاجه تسند ظهرك كده ويقويك. تؤمر بحاجه تانية يا حاج؟ جريه انت واقف السنط عينا ولا ايه؟ روح امك ولازمته التنطيط بس يا باشا. هتنطط عليك يادوب على اشدد لك وبدون اي شيء ولما اكلمك تفرد وشك ها؟ عشان ما اخليكش عبره للشارع كله. ليه الكلام ده يا باشا؟ يلا يا بس خلاص بقى انت هترد عليه. تليفوني تشتغل في المعرض ده اتكلم معايا انا مالكش دعوه بالحاج. لحظه اي بجد؟ جدع على زيزو
طلعوا 209 زي ما انت قلت. روح انت بقى اطلع الدور الثالث صلح الفيشه اللي بايظه هناك دي. انا يا حاج. مع السلامه. ماشي بالراحه شويه على الرواية. في ايه اللي قول لي؟ حقنتوا الحته اللي انتوا قاعدين فيها دي بتاكلوا فيها تعابين؟ التعابين يا حاج اللي زي العيال دي. العيال دي لو اديتها عيبك هتقرصك. اسالني انا. مين قال اللي يقرصنا؟ حد يقدر يجي نوحينا في شارع عبد العزيز؟ الله، ده احنا الورده المفتاح. حد يقدر يجي ناحيه عيله الشرشابي؟ تجننت ولا ايه؟ نعم. الفيشه. فيشه ايه؟ فيشه السخان البايظه اللي بتشرز. ايه بتشرز دي؟ طب انا هتوكل على الله. تعالى ان كان على الفيشه موجوده بس على الله تطلع صنايعي. ادخل. يا ساتر. خلي بالك للكهرباء تعضك. لا ما احنا الكهرباء وعضتها. يا ابن اللعيبه يا زيزو. حفظ اللعيبه يا ابن الجنيه. انت جنيه والله. الواد علم علينا صح. علم علينا صح. الصح يا شبرو. لا ايه توت ونبوت وكهرباء وتسجيل. شفت التسجيل يا اسطى؟ التسجيل ببابين. الواد فرشح شخرو. الواد بعزقنا على الحصيره في السليم المعوج يا اسطى. تحس ان احنا بقينا سكرومندوزيس على شويه اندينال. ايه؟ بالك انت التسجيل ده لو راح للشرشابي ولا انديل مش هتدفع فيها اقل من 350 جنيه. لا. ايه 400؟ لا مش هيبقى فيه لا باكرو ولا شبرو. طب شوف انت عايز تعمل ايه بقى يا عبوهم وانا معاك. عايز اعمل حاجه كبيره قوي بس مش راضيه تيجي على دماغي. هتيجي يا اسطى بس اوعى تنسى التسجيل ابو بابين. وده اللي مجنني يا باكرو. الواد تحس انه مارد كبير قوي. طلع من امه مقد كده. البارد ما يصرفوش غير اللي حضره يا شبرو. مين اللي حضره يا باكرو؟ بوت ابوه. صح. يعني احنا بروح اهلك هنصح ابوه. اللي مات ما بيصحاش. يبقى المارد هيفضل مارد ويهددنا يا باكرو. والايد اللي ما تقدرش تقطعها. يعني ابوس ايده يا معفن؟ اتكلك عند الكلب حاجة. اتكلك عند الكلب حاجة. صح. احنا نصاحبه. نصاحبه؟ لا نصاحبه. نصاحبه يا عم. نصاحبه لحد ما نلاقي له مصيبة ونزقه فيها. ولعلمك في الحالة دي بقى هتلاقي له مصيبة وهتزقه فيها. صح يا بكرو. عارف يا بكرو أنا بتمنى إيه؟ إيه يا شبر؟ نفسي أعرف صدى الصوت اللي بيطلع منك ده زراره فين؟ إيه يا شبر؟ نفسي أعرف زراره فين وقفله؟ عندك في الصدارة يا شبر. سناء بنتي. يا سناء. ايه يابا في ايه؟ صوت مين يا بنت اللي في الحمام ده؟ انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ في صوت راجل في الحمام. ده كهربائي اللي ابويا بعته عشان يصلح فيشه السخان. ولماه الكهربائي تقابليه بالشكل ده يا بنت مش عيب عليكي. خش ستوري نفسك باي حاجه. اقول لك الكهربائي تقولي لي ستوري؟ وبعدين ده حته عيل لو بص لي بعينين الاثنين دول هخزقهم له بصوابعي. ابله الاقيش عندك شكينه تبوظ. وما جبتش معاك مفك ليه؟ لا مؤاخذة يا حاجة بس عم شتشابي يعني كهربني ما لحقتش الم العدة كلها. طب ادخل وهجيبها لك واجي وراك على طول. ماشي. هو ده هو ده العيل الصغير لا راح لا هنا ولا هناك. دي لو بصت له واحدة بس بعينيه الحلوين دول تاني يوم الصبح تخلف توأم. تمكلحة ليه؟ ما تخش يا بنت تجيب يلا السكينة اللي تبوظ. السكينة تبوظ قال. سكينة تبوظ يا اسطى. مالك؟ مربوك وملبوخ وعرقان وحوستك حوسة. ما انا اعمل لك ايه؟ ما انتوا حاطين فيشة سخان المطبخ في الحمام وحاطين السخان في البلكونة، ايه اللخبطة اللي انتوا عايشين فيها دي؟ طب سكينة تبوظ. طب ارجع، ارجع بدل ما يحصل قفلة وتتخضي. يا اختي يا ربي يا اخويا تخضني وارتاح. تعرفي يا سناء؟ الحاج شيشان ده زي ابويا بالظبط. صحيح افتكرت. الباقي في حياتك يا زيزو. هو انت رجعت امتى من البلد بعد الجنازه؟ انت عرفت منين؟ اصلي كنت واقفه في الشباك بتفرج عليكوا. كنت يا واد قمر في الجنازه. هو انتوا لسه ما عرفتوش مين اللي سرق البضاعه من الورشه؟ انت تخاف منك بقى. وعارفه ايه كمان يا ست سناء؟
عارفه كل حاجه يا زيزو ما عدا حاجه واحده، مرتبط. هو في حد ارتبط اليومين دول؟ اديكي شايفه ابويا يعني مات وساب وراه. ولا البنت لبنى؟ لبنى الدكتوره؟ ده كلام ما يملاش دماغ اي حد يعني. سيبك من الكلام ده، خلينا فيك انت بقى. انت ايه نظامك بالظبط؟ دي حاجه تتحس، ما تتقالش يا حمار. بس انت يعني مؤاخذة يعني بتختفي كده من المنطقه وبعدين تيجي وبعدين اقول لك اصلا متجوزه و... غامضه. ايه يا زيزو، خلصت شغلك ولا مستني الحاج يستلم منك؟ يستلم ايه بس يا ام؟ هو احنا كنا بنسلم عماره فيشه تمام اهي، وعشه على عشه. شكرا. طيب يا اخوي، رحتي فين يا مقصوفه الرقبه؟ يما بحسب الراجل مش كده. لو عايز تعرف جوزي فين وحكايتي ايه، تعالى قابلني بكره الساعه 4 في ميدان العتبه قدام المطار. افات تبطلي جنان بقى. ولو ما جيتش هنزل اقول لابويا انك حاولت تبوسني وانت بتصلح السخان. ها قبض ولا المعلم قبضه قبل ما يطلع؟ يما مش راضي وعامل لي فيها صبي المعلم وكده يعني. ما برضك يا حاجه ما ينفعش، عم شيشان خيره علينا برضه. يا اخويا كتر خيرك، ما دام خيره عليك هات بقى. انا مؤاخذه يعني ما ينفعش برضه نكسف المزمزات الصغيره. ربنا يبارك لك فيها. الله يكرمك. الواد ده حلنج بشكل. والنعمه ما بتفهمي في الرجاله. بالعسلامة عبد العزيز. وانا كنت مسافر. بالعسلامة. تأخرت كده ليه يا ابني؟ اوعى تكون نزلت شارع عبد العزيز. وليد هنا يا امه؟ اه في اوضته بيذاكر يا ابني، عايزه في حاجة؟ لا بطمن عليه بس. تعالي يا امه عايزه. خير يا ابني. الفلوس فين اللي كنت عاينها معاكي؟ الفلوس موجودة يا دنان. طب تعالي. عناي. ليه يا ابني الفلوس ليه؟ وعاوزها ليا؟ هتفهمي دلوقتي. يا اشجار وبتنده لاشجار ليه؟ يما قلت لك هتفهمي بقى. اشجار تعالي يا عايز. خد يا بنت الناس دول حقك. على يدك يا عبد العزيز ما تكهرنيش. قلت لك قبل ثابت ماليش حاجه عندك. ما تقولي انا معاك. مفيش حاجه ما تخالي دي فلوس عبد العزيز. فلوس عبد العزيز؟ وهي مالها ومال الفلوس؟ دي حقوق، وكل واحد لازم يعرف اللي ليه واللي عليه بالمليم. مش عايز حد يجي يقول لي كاني ولا ماني. والله ما هقول لك حاجه ولا عايزه منك حاجه. خلاص خد يما نصيبها حشيها على جنب، ودول نقطه جدي ليا خليهم معاك. لا يا ابني، الفلوس كلها هتفضل معاك. انت وصينا النهارده مكان ابوك، واللي هتقول عليه هيمشي على الكبير والصغير. ده حق يما، والحق حلو الله. وانا ان كان عليا اقطع من اللحن عشان استوركم. تعيش وتسلمني يا ابني. اشجان خش انت غيري وعشان تنامي هنا. ايه تنام فين؟ تنام هنا اما ما تخافيش، انا هنام مع والد وهتنام معاكي هنا. الله. اه خدي خليهم بقى معايا. وانت بترفصي وانت نايمه؟ ممكن انام على الارض يا مرت خالي. لا يا اختي هتركبيني ذنب. تلقحي تلقحي. ما تتهوي شويه كده يا بنتي، مالك واقفالي كده؟ روح فين طيب؟ روح في اي داهيه. اها تعالي يا بنتي اسمعي كلامي. مازن معجب بلبنى. انت بتخرفي تقولي ايه؟ بقول لك ان هو معجب بيها جدا كمان. بأمرت ايه بقى فهميني؟ يا بنتي دول ناس اغنياء جدا من زمان، يعني لو فكر في واحده غيري في الدفعه يبقى اتجنن رسمي. انت عارفه انت ايه اللي هيوديكي في داهيه؟ غرورك ده. وما تغرش عليها ليه؟ تقدري تقولي لي هي راكبه عربيه بكام؟ بتصرف كام في اليوم؟ طب قولي لي هي ساكنه فين؟ شارع عبد العزيز. لا والله قرب يا باشا قرب يا بيه. يا بنتي ده كبرها باباها يطلع كده تاجر ادوات منزليه. لا 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 لا، باباها ابسط من كده بكتير، باباها صاحب مكتبه. لا والله انت الظاهر عليكي مخك ضرب. والله؟ طب بصي هناك كده، بصي عشان تصدقي. يلا بينا. على فين؟ نغلس على الحبيب. ولما طلعت المكتبة وبصيت على المرجع اللي انت كتبت لي اسمه كسفت جدا من نفسي، وقلت اكيد هتشك ان انا ناقش على المعادلة وجاي اتفلسف. ماشي يا لو مصدقك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اهلا يا انسة، اي خدمة؟ احنا جايين نسأل عن معادلة المورفين اللي ممكن يتحول لهيروين. هو في كده بجد؟ لا في دي بقى هتسأله الدكتورة لبنى. لا يا دكتور، يعني انا
انا لسه يا دوب قد كده. بصراحه يا دكتور احنا ما تصورناش ان لبنى ممكن تكون وصلت المعادله لوحدها يعني. والله عندك حق، هي كان ممكن ما توصلهاش فعلا لو بتقضي وقتها زيكم كده قاعده بتتشمس. فعلا يا دكتور، الشمس النهارده اتجنن. ممكن اعزمك على كابتشينو؟ طب بعد اذنك يا دكتور. اتفضلي يا لبنى. ممكن طبعا، بس بعد ما تكتبي لي معادله مهمه قوي، تحويل الميثان لمركب يدي نكهه الكافيه. دكتور ارجوك، احنا مش في معمل كيمياء. بقول لك يا مروه، ما تركزي في مذاكرتك احسن، لان الكابتشينو عمره ما هيوصلك اللي في دماغك. عن اذنكم. جالي الكلام يا بتاعت الكابتشينو؟ بقول لك ايه، ابعدي ابعد عني دلوقتي خالص. لبنى ممكن بعد اذنك ثانيه؟ اتفضل يا احمد. خير؟ كنت عايز بس انقل منك معادله المورفين اللي ممكن يتحول. يا دي معادله المورفين هتجنن الدفعه كلها. بقول لك ايه، انا كنت بذاكر بشكل طبيعي كده زي ما انا قاعده كده، وطلعت في دماغي المعادله دي وطلعت صح. هي الكيمياء كده، لما تكون عارف قوانينها كويس بتوصل منطقيا للخطوه الجايه. امال يعني ما خطرتش في بالي لا انا ولا حد تاني في الدفعه كلها ليه؟ عشان انا بنت دحيح بذاكر، مفيش في دماغي غير المذاكره. بص، ده اسم المرجع اللي هتلاقي فيه المعادله، ماشي؟ روح لامين المكتبه خليه يجيب لك المرجع. خلاص بالراحه علينا بس شويه. طب يلا. ازاي؟ بص يا مروه، لو جاي عشان معاده المورفين ادي يا ستي اسم المرجع، روح جيبيه. بقول لك ايه، انا جاي اقول لك كلمتين تسمعهم كويس وتحطيهم حلقه في ودان زي ما بتقولوا في الاحياء الشعبيه بتاعتكم. ايه الطريقه اللي بتكلميني بيها دي؟ انا ما اسمحلكيش اصلا. اسكتي واسمعيني. المعيد اللي اسمه مازن ده تبعدي عنه خالص، وبلاش تمحيكي الفقرة بتاعتك دي. انا بقول لك ايه، انت مش قدي، انا قرصتي والقبر، ولما كنتش عارفاني بقى يا ماما اسالي عني. باي باي. سلام وقول من الرب الرحيم. تقلي موقفك كده؟ غيراتك متعلقين ورا باب الحمام ومعاهم بشكير، والفطور محطوط اهو، والشاي على النار. تأمرني بحاجه تاني؟ امي فين؟ مرت خالي لساها نايمه. اقعدي يا اشجان. لا ما يصحش. اقعدي. تعالك ذنب، اقعدي. شوفوا يا بنت الناس، هنا بقى غير البلد خالص. يعني المجهود الفظيع اللي انت بتعمليه ده هيجيب بالعكس، بيتعبني يعني. كل اللي اعمل لك ايه وانا رايحك؟ مش عايز احس بوجودك نهائي. يعني لما اشوفك ابعد عنك. مش قصدي، انا قصدي يعني ما تعيشيش لي انا لوحدي، توزعي مجهودك شويه مع امي، شويه مع وليد، شويه مع نفسك يعني. ايوه فهمت، يعني ما اعملش حاجه غير اللي ما تطلبها مني. عليكي نور، هو ده. اصل انا احب اخدم نفسي يعني، لما احب استحمى اروح اجيب غيراتي، اما احب اعمل نفسي كوبايه شاي بحليب اخش انا اعملها. ساعات تلاقيني يعني مؤاخذه داخل اخد فمين. ايوه بس ده قبل ما تتجوز ويبقى لك. والله ما قصدي، والله ما قصدي، حقك عليا، اصل انا كنت المفروض. خلاص، هو انت قلت حاجه تزعل؟ عايز نمشي؟ اعملي اللي انت عايزاه. طب انا همشي. استني اقول لك، صحيح هو انت لما كنا في البلد قلت لي انا عايزاك تنشلني من هنا؟ كل حاجه، الخنقه والحبسه. لا طب ما هناك حبسه وهنا حبسه، انا انت يعني جاي من الحبسه للحبسه، ايه الفرق؟ لا ما انا عارفه انك لما تروح سيدنا الحسين او السيده زينب هتقرا لي الفاتحه هناك. انت عايزه تزوري؟ لا ما عايزاش. بقول لك انا كدبت، عايزه بس مش وقته. ومش وقته ليه؟ ما الحسين قريب من هنا فركه كعب، انزلي زوري وانبسطي. روح لحالي؟ ما ينفعش. وايه المشكله؟ هتلاقي هناك حريم زيك كتير كده، ولا خايفه تتوهي؟ انا بعرف اقرا واكتب. مش احنا هنا في شارع كلوب بي عاطفه ابو الريش جنب ميدان العتبه؟ بسم الله ما شاء الله، ما تخافش عليك. تعرفي لما جد فضل قال لي هجوزك قلت خلاص هيبليني بواحده واقعه من 18 حته مطربه يعني، بس انت الصلاه على النبي يعني طلعتي معديه. ربنا يشفر بخاطرك.
بقول لك. طب خلاص روحي. أشجان ال لا خلاص توكلوا على الله. أما أم عبد العزيز يما. أيوة يا بيه. صباح الفل يا يما. صباح النور. أمي أمك جهزي لي 1000 جنيه عشان ناسي. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7. بس بسرعة والنبي يما عشان مستعجل ولسه هاخد دش. دش؟ تاخد دش ليه يا واد؟ جرى إيه يا أما؟ أنا أول مرة أستحمى في حياتي الله. فين البت اللي اسمها رتيبة دي؟ قصدك أشجان. أهي زفتة واترمت علينا وخلاص. وأنت مالك بيها بس؟ واد يا عبد العزيز، أنا امبارح اترميت نمت ما درتش بروحي، وأكيد البت دي اتسحبت من جنب مني وخرجت بالليل، وامبارح كان الخميس، وأكيد الكركوبة دي بتنام بدري. يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد يبقى إيه؟ يا لهوي ريحتك مكمكمة ليه؟ ولا بتتكلم مطين انت ريحتك مكمكمة ليه؟ ما قولي بس مشان ما افهم الاول انت قصدك لا انت فاهم كل حاجة يا عبد العزيز. و طب انت عاوز ال 1000 جنيه دي تعمل بيهم ايه؟ ادفع ايجار الورشة اما بدل ما الراجل يطردنا والباقي اعمل بيه مصلحة. وبعدين بقى انا عايز اطمنك من ساعة ما اشجان جت وانا نايم لوحدي في الأوضة التانية وبقفل على نفسي تكتين ها؟ ما تركزيش ما تركزيش عواطف ما تركزيش. حضرتك 1000 جنيه الله يرحمك يا عبد الرحيم. سبتنا بدري ورميت حمولك على الواد لما كبر قبل الاوان. معرضك ومخزنك ورجعتك للقطاع تشحت على ابواب وتقول لله يا محسنين ما بقاش انا. ايه يا ابني اللي بتشربه بالليل مصبحك مستقوي كده وناوي على خراب عشك؟ شارب زفت على دماغك. ليه يا سيدي معلمين ضهرك؟ فيها انتوا عاملين زي النمل اللي بيخزن اكله قبل الشتا ما يجي. في ايه؟ ايوه اديك عرفت بنخزن. طب عليا النعمه ما حد مخزن ولا معتق. قلت ايه بقى؟ لو الفلوس اللي انا دفعتها يا ابني. انا بقول لك اهو قسما عظما. خلاص بطل يا ابني تعتي انت اهو. ها ارتحت؟ لا اللي تعدي يتحمل وخلاص. الله الله ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه؟ تعالى معايا المعرض عشان عايزين نتكلم كلمتين مع بعض. انا ما ادخلش ولا اشرب معاك قهوه ولا نيل. الله عليا الطلاق بالثلاثه اللي انت شارب قهوتك عندي. طلاق على طلاق بقى من نسواني. ما انا داخل معرضك ولا شارب عندك قهوه. صباح الخير يا بطل. صباح الهنا. ولا يلا سيبه يلا. سفر لمين يا تعال ولا شياطين شاب. بص 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 ماسكين كلب عاملين في ايه يا عم؟ سيبك منهم. قول لي بس انت اللي مصحيك بدري كده مش عادتك يعني؟ ابدا حابب امارس دور الاب بقى واطمن على كل واحد. ايه ده؟ فلوسك. وبعد كده عايزك لما تيجي تطلب تطلب مني انا مش من امك. ايوه بس دي 10 جنيه بحالها. ما هي دي بقى اول 10 جنيه اكسبها من شارع عبد العزيز بعد ابوك الله يرحمه مسافر. خد بقى يا جدع خد ده انا اخوك الكبير هتعمل لي فيها ضيق. خد الله. انا كنت بس معاك الصينيط اهو واحنا صغيرين. انا مش هتكسف منك يا عبد العزيز. انت طول عمرك كسيب وياما عملت معايا الصح. فاكر عربية الكبدة اللي اتمسكت؟ الواد شبرو عامل نمرة. بس فهمني بقى ليه شارع عبد العزيز تاني بس؟ ناوي ارجع افتح ورشة ابوك. هو ده وانا معاك. ما هو ايد على ايد تساعد برضه. لا خليك في كتبه بس. عايزك تكمل تعليمك يا وليد. عايزك تعمل اللي اخوك ما عرفش يعمله. خلاص اللي تشوف. انا هتكل انا بقى لحسن انا اتاخرت قوي. يلا بقول لك ايه مفيش ايه بنوته حلوه كده في الجامعه بتلعب في دماغك مشغلاك يعني ايه ده البنات على قفا مين يشيل يا جامد بس النفس بقى. انا مركز في الدراسه عشان انا ناوي ان شاء الله كل سنه اطلع بتقدير. قول لي انت بقى انت اتجوزت اشجان دي جواز ولا كلام كده على ورق؟ والله يا وليد ما عارف اقول لك ايه. الراجل جدك ده مع انه راجل عجوز كده انما عظمه كلامه يمشي على شنبات كبار. او ربنا صدق ان ابوك ممدد
وهو اللي راضي يدفن ولا يقرا فاتحه لما يجوزني البيت. لو انت مكاني بقى كنت عملت ايه؟ لا يا عم انا مكاني كده كويس قوي، ربنا يقدرك على اللي انت فيه. يلا سلام. ربنا يقدرني على قنديل وشرشابي في ساعه واحده. قول لي بقى يا نبيل الحقيقه، احنا حالفين يمين مع بعض ان محدش فينا يخون التاني. جايب بضاعه وعمال تنزلها المخزن، دي غسالات مش كده؟ دي سادس عربيه اشوفها. خلصت موشح الهبل بتاعك؟ والله ما حد سايل هبل على الشيطانه غير. قول لي يا اخويا عبي لي وداني ويضحك عليا. اسمع بقى. البضاعه دي بكام الغساله في الاوتوماتيك دي يا حاج؟ دي مش للبيع يا ست. ما معروضه هي للبيع. معلش بس البضاعه اللي هنا كلها منباعه، تعالي بكره ان شاء الله الظهر. وماله؟ ما هي كلها مشاوير وخلاص. ما رضيتش تبيع لها ليه؟ خايف تقولي السعر قدامي؟ طبعا عامل سعر قليل قوي وانا افضل اطفش في زبايني. يا ابني افهم بقى، البضاعه دي مضروبه. يا نهار ابوك اسود، مضروبه؟ لا يا عم نعيم ماشي. استنى بس، استنى هفهمك. البضاعه دي مضروبه من بلد المنشا نفسه. يبقى جايبها وقيع عشان توسخ بيها السوق يا حلو. وقيع اوسخ؟ لا، ده انا هعمل لك مصلحه، هشقلط لك شارع عبد العزيز كله. طب ايه رايك بقى ان محدش هيبلغ الغرفه التجاريه غيري؟ بلغ براحتك يا حبيبي، مش هيلاقوا اي حاجه. ليه؟ الله، مش بتقول يا ابني البضاعه فيها عيوب، هتبقى في سليم ازاي؟ ما انا هقول لك اهو. ايه ناوي ترجعها تاني جزر القمر؟ اسمع بقى يا سيدي. ما شفتش ابويا يا حاج؟ ابوك ده يطلع مين؟ صبره، والنبي ده بقاله يومين ما جاش البيت. وجاي اسال عليه هنا في معرضي هيصاحبني ولا ايه؟ ايه يا عم، هو انا بصحت منك؟ بقول لك بقاله يومين ما جاش. ان شاء الله يفرموا طول ما انا مالي. يلا بنتي من هنا. غرق يا بنت، لو ما اديكي 30 جزمه انت وابوكي غرق. اعوذ بالله، ده انتوا ايه ده؟ عم بصيري ابو دنيا، يا بنت يا سميره، انت لسه بتدور على ابوك يا بنت؟ مندور معايا يا نصر والنبي. ادور معاكي ده ايه؟ ادور معاك ولا ادور على اكل عيش ولا يا عمي في ايه يا عم؟ ايه ده بقى، انت بتديني بالمسمار؟ يا عم ده من اول امبارح ما جاش، ورحت سالت عليه في اسم قالوا لي مش هنا. هات لي شويه قهوه على الورشه يا نصر. ماشي يا راجل. انا اخويا سخن في المشوار. اقول انا مالي؟ مالك يا بت؟ مفيش، انا مش لاقي ابويا، والواد اخويا في البيت عيان سخن، ورحت الاسم سالت عليه قالوا لي مش هنا. اخوكي ده في ايه؟ في البيت يا عم. وانت ساكنين في ايه؟ في الدلاطه. طب تعال تعال يا اسطى. دراسه؟ تعالى يا سيدي. انا عايزك. طريقنا مش واحد. توكل على الله يا اسطى، توكل على الله، توكل على الله. تعال واخد يا اسطى. ماشي. تعالى يا بت. ما هو من يوم ما غزو العراق للكويت معايا الاتحاد السوفيتي وقع خالص، خد بالك بتاع جرشوف. ايه يا عم سي ان ان انت في ايه؟ ربنا لا يرجعها ايام. اهي دلوقتي ابتدت تساقسق شويه. بس انا عاوز اقول لك يعني ان علشان اللي حصل ده كل المصانع بقى اتضربت والشركات اتضربت وبقت البضاعه كلها مضروبه وسوق الخليج اتقفل. يعني انت بقى ناوي تجيب البضاعه دي اللي هي خارج بيت، اللي هي بعد الحرب ما خلصت يعني طالعه من الحرب جياله. اسم الله عليك. كل الكرتات بقى اللي خارجه من المصانع فيها حاجات مضروبه، ناخد احنا بقى المضروب ده ونخليه بقى ايه، بريفيكس. اخوك وقع بقى على ايه، بيعه تمام التمام التمام. طب واللي باع لك البيعه دي ما فكرش زيك ليه هو كمان انه يصلح الكارته دي ويرزق اهو، او على الاقل يرجعها تاني لبلد المنشا؟ ما هم اختلفوا على الشحن والمرتجع، انا وصلت في الوقت المناسب، خدت البيعه كلها من صاحبها. وانت بقى ناوي تبلينا بيها؟ بس جينا بقى لمربط الفرس. انا اتعرفت على مهندس الكترونيات شغال في اسكندريه، هو بيستورد قطع غيار. قال لي هات لي واد كهربائي كده حلو، ناخد الحاجه البايظه وبعدين نحط السليم. اشتغل مية مية
ولا فيهاش أي خدش. يبقى احنا بقى محتاجين مكنة بعيد في الدرة عشان نعمل فيها الحاجات دي. قصدك عيادة تجميلة فيتش ولا ايه؟ طب ايدك؟ سلام. ايدك؟ عايز ايه؟ ايدك على العربون. عربون ايه؟ طب بس حتى واحمل واربط وبعدين نبقى نتكلم. يا ساتر. ايوه ايوه يا ابني حتى خلص. امي فين يا بنت؟ هي اصلا اما ايه يا بنت؟ في ايه؟ واد ماله يا ست انت؟ يا ست هو جه معايا ثاني وادي المستوصف خلصنا. وريني الواد. النبي يا اخويا ما تعرفش شبره اصلا فين؟ يا نهار اسود ده وقت شبره. الواد هيروح منك يا حمار انت. ده لسه كان زي الفل دلوقتي وكان لسه بيعيط. الواد مولع. ماله؟ اهو تاكسي اهو تاكسي اهو تاكسي. ايه يا جدعان التصنيف ده؟ ايه ده؟ معلش يا اسطى النبي الواد تعبان قوي هروح مننا فين؟ اي مستشفى يا اسطى قريب والنبي. هو يصلح حالك. ايه الاخبار؟ اسكتي بقى لحسن دي بجد دمها محبوس جدا ومش طايقانا يا مروه. احسن خليها تعرف حجمها كويس. لا لا يا مروه بس انت بصراحه اتصرفتي معاها بغباء جامد. يا بنتي انا زي الاسد لازم احدد مملكتي كويس عشان القطط اللي زيها ما تقربش. قصدك مرات الاسد. بطلي قله ادب. يلا يا حبيبتي قومي بقى انكشيها وعرفي لي ايه الاخبار. لا ده انت اتجننتي رسمي. سلام. تعالي هنا يا عبيطه رايحه فين؟ يا ماما انت لوحدي بقى عنك اليومين دول عشان حاله البارانويا اللي عندك عشان انا خلاص تعبت منك كده برضو. يا لولو امال انا ليه ما زعلتش منك لما عملتيني كوبري للواد محي بتعطبه؟ لا لا بقول لك ايه لسه بقيت الجرايد ما عرفتش عشان تبقى الفضيحه عامه بس. اعملها انت عارفاني ما سيبش طريق ابدا. يلا يا حبيبتي ربنا يهديكي روحي انكشيها وعرفي لي الاخبار. وما كنتش تحلفي بس يا مارو خلاص ما تعيطيش. قلت لك لازم تعيطيش. يلا يا ماما. ركز يا روسي انت عارف اصلا ان الكيمياء العضويه كلها قايمه على ايه؟ على الميثان اللي هو الايه السي اتش. يا بنتي كفايه كيمياء بقى انا خلاص بمشي وراكي بتنفس ثاني اكسيد الكربون. ازيك يا لبنى؟ الحمد لله. شكل الدكتور مش جاي النهارده. يا ريت خلينا نعرف نذاكر اللي فات. طب بقول لك ايه يا احمد بقى عن اذنك شويه عشان هنتكلم كلام بنات مالكش فيه. كلام بنات ماشي بس انا عايز اقول لك على حاجه اللي ماليش فيه هي العضويه لكن في كلام البنات فريره. يلا سلام. طب ركز بس في المعادله دي وهتبقى تمام. انا شايفه ان هو معجب بيكي قوي. مين ده؟ احمد؟ في ايه يا لبنى؟ مازن طبعا كان احنا بنات وفاهمين بعض كويس. بقول لك ايه يا لميا انت وصاحبتك انا جايه الكليه دي علشان اتخرج واخد البكالوريوس لا جاي احب ولا اتحب ولا حد يطلع عليا كلام. خلاص في ايه يا لبنى اهدي شويه. هو انا جايبه الكلام ده من عند نفسي؟ كل الدفعه ملاحظه كده. كل الدفعه عيال تافهه وهبله وانت زيهم انت وصاحبتك. يا شباب دكتور بلتاج يعجل محاضرة الأسبوع اللي بعد الجاي عشان عندي مؤتمر بره. يلا أحسن برضو. يلا بقى تعالي نشرب أي حاجة لحسن أنا خلاص عندي صداع. اشربيه معاها ويكون في علمك بقى أنا مش هسمح لحد فيكم يجيب اسمي وسمعتي على لساني فاهمة؟ اطمني يا ست على ابنك الحمد لله. كتر خيرك يا دكتور. زيزو اللي جابك هنا يا زيزو ها؟ وانت يا اخينا ازاي تسيب ابنك عامل بالشكل ده وتسكت؟ ايه ما سخنش؟ ما سمعتوش بيموت من الكحه طول الليل؟ يا باشا بس ولا ايه تخلفوا العيال وترموها؟ اتفضل هات له الروجيتا دي بسرعه ده تكون قرف. زيزو خلفته امتى ده ها؟ قول لي امتى ها؟ يا بنت اسكتي يا ناقصاكي ده ابن واحد صاحبي. ابن واحد صاحبك وحد امك عواطف؟ قام يا بنت واحترمي نفسك. مالك يا اخي وماله؟ مالكش دعوه بيه يا بنت؟ ما يقدرش ياخد يا اخي ابدا. خلاص بقى خد الواد. ماشي اخويا. يلا روحيني. ماشي اخويا. فين يا اخويا الفلوس؟ كمان فلوس؟ خد يا ست. فلوس ايه؟ 17 جنيه. كام؟ 17 جنيه. خدي بس بضربي بيهم كل انت كمان. يلا خد الواد وروح على البيت ويامين بالله لو ما جبتلوش الدواء شوف هعمل فيك انت وشبره. ماشي استناك بالليل يا بابا زيزو. بابا زيزو بابا زيزو ها بابا زيزو بتبعت فلوسك على الحريم يا زيزو؟ ايه يا بنت هي ناقصاك انت كمان؟ هتيجي معايا ولا هتستني هنا؟ وحياة امك عواطف اعرف حكايتها هي واشجان. مالك يا بنت كده بتكلميني كانك مراتي وقفشاني وغيران عليا ايه؟ في المستقبل ان شاء الله. في المستقبل ان شاء الله باذن الله. يلا يا فندم. طب انجار انجار. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني اللي انا حسيته من كلامها انه مش في دماغها اصلا. يا بنتي ده خبث حوالي النوع ده اصلا مكشوف من زمان. ما يمكن مش في دماغها فعلا لكن في دماغك انتي وهو ده اللي شادد مازن ليها على فكره. مازن ده انا مش هسيبه
ولازم اوقعه وبعد كده انا اللي هسيبه بمزاجي. بس انت لو وقعتيه يا حلوه مش هينفع تسيبيه، لانه ساعتها مش هسيبك تخرجي من الكليه اصلا. ما هو ده بقى اللي فايت عليكي يا بنتي، الكلام ده يعمله مع واحده زي لبنى، لكن معايا انا ما يقدرش يكح. ايه رايك بقى في مباراه بين سفير وبين بياع في مكتبه؟ مش تجنن؟ بصراحه المباراه هنا يعني صعبيته جدا، لان انا عايزه اقول لك ان الحكايه في كلمتين، القلب وما يريد. قلب ايه بس يا بنت اللذينه؟ في ايه يا بنتي اتجننتي؟ بصي الظاهر ان كلامي مش جايب نتيجه معايا. بقول لك ايه، اقعدي بقى وخلي عندك كرامه، المره اللي فاتت شفرك، المره دي هيدلتك خالص. مالك يا بنتي عمالك تلفتي كده ليه؟ انت خايفه حد يشوفك معايا ولا ايه؟ لا ابدا. طب مش هتقولي لي بقى مين اللي كان بيوصلك ده؟ ما انا قلت لك ده عاصم متربي معايا زي اخويا، يعني محل ابوه جنب مكتبه ابويا في الشارع. شوفي يا لبنى، انت ممكن تقولي ان هو بيحبك، متفقين تتجوزوا لما تتخرجي، اي حاجه، بس موضوع اخويا ده انا مش هصدقه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ في المنهج؟ لا مش في المنهج. هو انت ليه مهتم قوي يعني بعاصم كده وعايز تعرف اذا كان بيحبني ولا عايز يخطبني ولا ايه الحكايه؟ سمعتي عن واحد اسمه هارون الرشيد؟ ايوه. ايه علاقة هارون الرشيد باللي احنا بنقوله يعني؟ لا ليه علاقة طبعا. ما انا بقى هارون الرشيد بتاع كلية صيدلة. وليكي الشرف تكوني واحدة من حريم مازن الرشيدي. أو الطنباري. وكمان هتستني دورك يا لبنى. طيب حضرتك عايز حاجة تانية قبل ما أمشي؟ عايز أسمع ردك ودلوقتي. شوف يا دكتور مازن، أنا مش حريم حد. واضح إنك غلطت في العنوان والغلط مردود. يا ريت بقى تخلي هارون الرشيد بتاعك ده بعيد عن سكشن الكلمة. ماشي؟ عن إذنك. الكاسيت ده سعيد. السلام عليكم يا انور. اهلا اهلا يا عم زيزو، عاش من شافك. بقى الله يا اخويا. دواء دود. عشت يا اخويا. خد قد دول. ايه دول يا زيزو؟ ده تقفيل حساب ابوها الله يرحمه. انت بتشتمني يا زيزو؟ يا جدع لم فلوسك بقى مستوره والحمد لله. طب على الطلاق ما واخد منك حاجه، حط فلوسك في جيبك يا جدع. مردود لك يا انور، بس ده حقك ولازم تاخده. يا عم سيبك بس من الكلام ده، انت ايه اعتزلت الملاعب ولا ايه؟ صدقني ما حدش هينفعك غير صنعتك. طب مشينا الاول بالانوار وكلو في مصر الاعتزال ده بعدين. او ده بقى العبقري اللي هيفتيك بالمفيد. برد اتكست عربيه كار يونس. شو قلت لك عبقري؟ بس التسجيل وراديو سلام، لكن ما عارف بيطلعش صوت من اساس صح؟ الله ينور، باين عليك 100 100. انور هات لي اي سي هين تي دي اي. وكده يقول بقى؟ اديله الكهربائي يجرب ويشوف. لا وكهربائي ليه؟ ما المكوى سخنه، نط بس هنا والراجل هيقدرك. كناية فوز. عايز اشتغل يا عم. يا عم هو حد بيشوفك؟ هتظهر وتبان عليك الامان. الجزء ب7 جنيه برنس. عينيا يا انور. اشتغل. خلاص. اللي كنا بنتحنجل على حس ويمين وشمال راح يا انور. وانا بقى ناوي افتح ورشته وادوس في نفس السكه. يا عم فكك من الكلام ده. خليك في شغلك احسن. كده تمام يا ريس. خدها وجربها، لو فيها اي حاجه رجعها تاني عادي يعني. الله يكرمك. ها كده مرضي؟ زي الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشغل بقى ممل يا انور، وانا عايز اطلع بسرعه. خد ابو قسم. يا عم انت ده رزقك، ما تعصبناش. ربنا بيقوي قلبك على الخير، بس بلاش غسالات، كفايه اللي جرى. بالعكس، انا عايزك بقى توديني للراجل اللي كان ابويا بيجيب منه بضاعه، اكسسوارات وحلل ومواتير، وانا هدفع وقتي. طب اسمع مني بقى ودنجا دنجا. انت تجيب مونه غساله واحده، حلو؟ ركبها، اتباعت هتجوز، كده يعني. انت ما عرفتش مين اللي سرق الورشه؟ السلام عليكم. ازيك يا انور؟ ايه زيزو؟ بقالي ساعتين دايخ عليك يا جدع، في ايه هناك؟ مش بعاده يعني يا شافعي. ورشتك فيها شغل، يلا بينا على الورشه بتاعتك. تمازه يا انور، استاذن انا واجي لك بعدين. حبيبي. سلام يا انور. اسال عليا يا جدع. دنجا دنجا.
لبنى. ايه في ايه؟ ايه يا مروش يا مالك؟ قلت لك مليون مره لما تبقى تدخل عليا تبقى تخبط على الباب. ما تهدي كده، في ايه؟ ما تاخدنيش في دوك. مش في بالنا اتفاق؟ اتفقتش معاك على حاجه. لا روقي كده، مش المفروض كنت اتكلمي ابويا الحاج عشان يديني الفلوس واسافر؟ اه هو ايه اللي بقى؟ ما انتوا مش هتلعبوا لي لبعض انتوا الاثنين. هو يهزقني وانت تثبتيني بكلمتين والموضوع يضيع ما بينكم. لما تتكلم على ابوك اتكلم عادي. شوف يا بنت انت لما اقول لا تقولي ولا اقول. خلاص نزلان. الله، بس بقى اللي هيرد عليا هبقوله لك. طب استني بس، ما تنزليش تكلميه وانت كده كده، هتيجي تكحليها تعميها خالص. امال عايز ايه؟ عايزك تهدي بس كده وتنزلي. وبعدين افتكري يا لبنى، انا مستقبلي كله في الكلمتين اللي انت هتقوليهم دول. حطي الكلمتين دول يا اختي في دماغك وانزلي له. ماشي ماشي، بس النتيجه بقى بتاعت ربنا. ربنا يستر. بص يا دكتوره، الغساله دي نص ماتت، عايزك تعرف فيها ايه بالظبط وتقول لي عليه. اهدي لي الجاي. الله خير، يعني ما الغساله نيوز يا شفا؟ ما انا عارف انها نيوز، عايزك تقول العطل فين ونصلحه. برضه مش فاهم. انا حط الفيشه الوقت في الكهرباء تدور، تسمع الصوت تعرف العطل فين تبلغني بيه. ماشي. تعمل ايه يا بورا؟ هشغلها. مش محتاجه تشغيل ولا تجريب. ايه يا كيميا؟ الغساله دي مرتجعه ولا في كل لها فيها بوظها؟ مالكش فيها يا عمونا، انت عليك تصلحها وتقبض في الاوبشنات بتاعتك. ماشي. انا نهار ابيض، ده اخرها نشافه يا معلم. من غير ما تبقى نشافه يعني مش هتنفع تبقى غساله بعد كده ولا ايه؟ جايز غسالتك وروح اتوكل على الله وابقي نشافه. يعني مش هتنفع تبقى غساله ابدا؟ دي فيها كارته يا عم. طب ما تصلحها. هي ممكن تتغير. لا تغير؟ ما انا جاي لك ليها عبقري، مخمخ فيها كده وانا هوصل مشوار واجي لك. ده انت السعد هيدق بابك والفلوس هتجري في جنيك وتبقى زي الحلاوه، بكره تقول شفع قال باذن. طب استنى اما اقفلها خدها معاك يا شافعي. اخوك الشمرول فين؟ مش يجي يساعدنا؟ ولا انا مخلف جوز بناته بس؟ مالهم البنات بقى؟ ما انا ايدي في ايدك اهو. والله انت جدع منه، قلبك طيب وحنينه. انا مش عارف الواد ده بنراول مين، مش فاهم. طب اهدى بقى كده عشان انا نازله لك من فوق مخصوص عشان يبقى وصاك تكلميني على الفلوس اللي عايزها بخصوص تاشيره السفر. ايه الشطاره دي يا حاج؟ طب ما انت عارف اهو. ولا شطاره ولا حاجه، مفهومه. طب صلي على النبي كده يا حاج واسمعني. عليه الصلاة والسلام. خد نصيحتي، أنا شايف إنك تديله فلوس التأشيرة وترتاح منه. منين؟ منين يا حبيبتي ما أنت شايفة؟ المكتبة يا دوبك بتأكلنا يعني. استلف يا بابا، وبعدين يعني هو كمان عايز يكون مستقبله، مش أحسن من وقفته مع العيال الصيعة دي على نصة الشوارع ويجي لنا كل يوم وش الفجر؟ يعني تحب بقى حد يجي لك من الاسم كده يقول لك الحق، الواد صالح ممسوك في قضية ضرب واد ولا مخدرات ولا حاجة؟ مخدرات إيه؟ انت عارفه ان اخوك بياخد مخدرات وحاجات من دي؟ لا طبعا ما بيشربش مخدرات، بس وقفته مع العيال الصيعه دي ممكن تخليه يعمل حاجه غلط. طب انا اقول لك حاجه، بلاش انت تديله الفلوس في ايده، انت روح معاه وادفعهم بنفسك. قلت ايه؟ اقول ايه؟ خلاص دي اخرها. اقول ايه؟ طب ادعي له، ادعي له بس كده وارضى عنه عشان ربنا يرضى عنه. ربنا يصلح حاله، ربنا يهديه. تصدق الواد ده لعيب؟ رزقه اكتر من رزق ابوه. معلمي بعد اذنك. ايوه ده يمشي 350. ورينا يا سيد. ماشي يا عدي. سلام. بالاذن. بس عارف بقى انا خايف من ايه؟ ان الواد ده يطلع واخد غباوه ابوه وحمريته. اعتمد عليا في الموضوع ده يا معلم، انا هلين لك دماغه. ايه ده؟ انت حاطط رجل على رجل؟ ما اولع لك سيجاره؟ قوم يا بقف من هنا، وسخت الكرسي. انت هتصاحبني يالا؟ لا عفوا معلم العفو، كنت اخد بس قاعدة ود ومريح. ود ايه ونيلة ايه؟ امسك اديله دي. ماشي. خليه يشوف اللي فيها يحلها ويركبها. انا يا معلم اي اوامر تانية؟ ولا هتاخد وتدي معاه في الكلام وتقرفني ابعت كبش غيرك؟ لا يا معلم، ده فريرة هنفذ كل اللي انت قلت عليه يا معلم. يلا الو يا شرش، حضر فلوسك يا حبيبي، كلها سعايه وكل حاجه هتبقى لسته. الله، وانت نسيت خناقه امبارح؟ انت ايه البارون مكلت دماغك وجبت زيت؟ ايه
لا والله، لا اسد اسد وجامد. ماشي، اما تفضى كلمني. سلام يا حبيبي. انا كده خلصت يا بابا، انا هعدي على زيزو بقى هاخده معايا عشان عايز اجيب شويه حاجات للكليه. طب ما تاخد اخوك احسن. اخده معايا فين؟ هو اصلا بيرضى يجي معايا في اي حته؟ ما بلاش زيزو الايام دي، مش عايزين مشاكل مع اخوكي، دماغه مليانه غباوه. الغباوه دي حركتين عاملهم علشان ياخد فلوس التأشيرة. طب خلي بالك من نفسك. ماشي. معاك فلوس؟ معايا. بس انت والنبي شوف هتعمل ايه كده في التأشيرة وتجيب الفلوس منين عشان هو مستني يرد عليه النهارده. يلا سلام. ربنا يدبرها بقى، هعمل ايه؟ يا نهار ابوك اسود، انتي؟ فاكرني هترجاك يا رحمة. لم لسانك يا بنت، انتي وغوري من هنا، مش عايز فضايح. واد مش تقولي الحمد لله على السلامة، نورتي. اشرب شوية شاي. اتفضلي اطلعي بره. ايه واد مالك؟ ودانك احمرت كده ليه؟ يا خجول. خايف؟ خايف من ايه؟ من ابويا ولا من اخويا الظابط احسن يعلقك؟ ما جيتش امبارح ليه؟ قطعتني قدام المطافي والشمس تنقح في دماغي، والشباب اللي رايح واللي جاي عمال يعكس فيا واقول هيجي، هصعب عليه، مش ههون عليه. نسيت؟ سوري عليا. حصلت لي مصيبة زي اللي ممكن تحصل دلوقتي لو حد دخل وشافك هنا. ليه يا حبيبي؟ احنا ما بنعملش حاجة غلط. لا لا سمح الله، بنسمع لبعض جدول الضرب. طب خمسة وستة بكام؟ بسبعة ونص، غوري بقى. مش هغور ومش هوديك في داهية زي المرة اللي فاتت، بس قول لي هتيجي بكرة ولا أجي أخدك؟ هاجي ورحمة أبويا لاجي، يلا بقى زق عجلك. طب هات واحدة زي أستاذة نادية لطفي فيلم الخطايا. يا بنت بتعملي ايه؟ يا واد هات بوسة. يا بنت المجانين امشي بقى. يا واد بقول لك بوسة، هو انا بقعدك؟ لا. طيب استناك بقى بكره زي ما اتفقنا يا اسطى. ازيك يا لبنى؟ لبنى استنى مقفل المحل تاني. شاي يا زملاش. ايه يا عم كنت فين بقالك اسبوعين ثلاثه؟ انت فين يابا؟ مش شغلك. الله الله، ليه كده صاحبي؟ طب بص بقى، بنتك جت سالت عليك وقالت امي عيانه واخوها عيان وكلام من ده وبتاع. قول من وش ياض. الله ليه كده يا صاحبي؟ طب بص بقى من الاخر، انت حسابك معدي ال 20 جنيه وانا عايزه بصراحه، عايز اجيب شويه نوم بقى للقهوه. اسمع نصر، قريت كتاب علم القهاوي الفصل الثاني، هتلاقيه مكتوب باسم شبرو. بيقول ايه بقى الكتاب؟ ايه؟ لما تلاقي شبرو قاعد بيمخمخ في مصلحه ما تبقاش تشنشر عليه. تعمل ايه؟ تقفل الكتاب وتغور من وشه. نعمل ايه؟ نغور من وشه. اتكل على الله. اقفل الكتاب وغور ياض. ده بدع حساب وخلته في حساب عامل ايه؟ كويسه؟ صباح يا شبرو. يا عم الانصم، هفضل مستني اهلك لحد امتى؟ ما احنا جايين من المصلحه سوا. ما انت عارف يا عم لما بصيت المدام ده القتيل، ولا عندي امي تصحيني، ولا خالتي تغمديني، في ايه بقى يا سيدي؟ انت هتلحنا ولا ايه؟ بنظامك كده مش هتاكل معايا، المصلحه تقيله ومحتاجه دماغ مصحصحه. يابا رقبت ليك، وبطل استعطال لغايه المصلحه ما تتم. 50 حته، وبعدها نفتح مرزقانا ونعيش نضاف. ايه الحته دي اصلا؟ تربة حشيش احمر. ايه ده؟ هما غيروا الاسامي ولا نايم ولا ايه؟ مش كان اسمه فرش؟ ناخد الفرشه ب 500 نبيعها ب 850. 550؟ انت لسه هتحسب وتقر، مكسبنا 17 باك ونص. حلو قوي، بس فين راس البال ده؟ هي دي المصلحه اللي ربك بعتها لنا من السماء، الناس واثقه فيا، هيدونا المصلحه لحد ما نسلك نعدي نبيع. بس انا حاسس كده ان المصلحه دي مرصوده يا اسطى، اللي فرب بالرخيص يبقى عايز يخيش ويخلع. مصلحه راس مالها قلب ميت، فيها فيها، بس اللي فيها تعبينا. لو ما شلناش الف غيرنا يستمنوا يشيلوا. يابا على بالك، وانا بقول لك هياخدونا يومين اشتباه، احنا نجيب اب نغرق. فكر ورد عليا. طب اعدي عليك واخلي في البيت. مش رايح الزفت، سنارتك وحصرني على الخن. ليه؟ وبحاسب الواد نصر اللي شكله هيبيض ويفقس وما قراش الكتاب برضه. كتاب ايه؟
علم القهاوي يا حمار. طب ما تنساش تجيب الدود على شجره. انا كل ما بجيب الدود السمك بياكله، وانا هعمل ايه بعد كده؟ وحياة امي اللي عورك وارميك السمك يا شجره. اما ادينا سمك متاكل بقى ويخلص بدل الزحمه اللي احنا فيها دي. طب انت رايح فين طيب؟ والله العظيم زي ما بقول لك يا لبنى، هما كان قبل كده عندهم فيشه بايظه فابوها بعتها عشان اصلحها. بعد كده يمكن حاجه تانية قالت لي، فجايه تاني تقول لي. طب انا اعمل ايه طيب؟ جايه تقول لك والباب مقفول عليكم في الورشه؟ طب انا قلت لك قبل كده يا لبنى الباب بايظ واللي بيعلق. طب انا اعمل ايه؟ هو قفل لوحده. بنتي بتثق فيا؟ اه اثق فيك، لكن ما اثقش بقى فيها هي. طب واحنا مالنا بيها بقى؟ الله يا سلام، والله العظيم ما في حاجه. امال ايه بقى؟ استناك بقى وما تتاخرش عليا. انا والله ما في حاجه. طب هي تيجي حاجه فيكي دي؟ فكي بقى، فكي بقى، يلا احكي لي بقى ايه اللي حصل. ما انا كنت جاي احكي لك على الورطه اللي انا فيها اللي لقيتها عندك في الورشه والباب مقفول. على تاني تاني خلاص يلا هنشرب حاجه. ياه ايه ايه، لسه زعلانه؟ لا ما انا ما بعرفش ازعل منها. وانا ما اتزعلتش منها مش كده؟ لا يتزعل. مش عارفه هتفهمني ولا لا. افهمك ازاي بقى وانت طالبه لي حاجه ساقعه وقهوه و... ايه؟ متغيرش الموضوع خلاص؟ قولي. أنا خايفة. من إمتى؟ اسمها من إيه؟ من إمتى؟ أنا أقصد من إمتى؟ لأني عمري ما شفتك خايفة، عشان كده بقول لك من إمتى؟ بعد ما دخلت الجامعة فرحت. فرحت إني حققت نص أحلامي. والنص التاني أنت يا زيزو. بس النص الاولاني خنق النص التاني. ما تبقاش معقد كده، انا مش ده اللي اقصده. زيزو انت بالنسبه لي مش مجرد حلم، انت الدنيا كلها، الدنيا اللي ما دخلتهاش نفسي عايشه، انت حته مني ومن كل اللي فات. عارف النهارده بعد ما سبت المواعيد اللي حكيت لك عنه ده فضلت افكر فيك طول الطريق من البيت للكليه. حسيت اني خايفه، خايفة انك تبعد عني، تعمل شماعتك الظروف. انا اسفة بس انا بحاول احط قدامك كل الحاجات اللي جواك واللي انا فاهماها كويس. وفاهمة اني بسهولة ممكن اتنازل عنك، وحتى لو عملت ده اعمله عشان. عشان؟ عشان ازاي يعني؟ لو كنت انا بالنسبة لك نص احلامك فانت يا لبنى كل احلامي. زمان واحنا عيال صغيرين كنت لما اشوفك كده طالعه من البلكونه او خارجه من المكتبه كان جسمي كله يقشعر. كنت براقبك، بخاف عليك واغير عليك، اسرقلك نظرات في الرايحه والجايه، وكل سنه كنت بتمنى تنجحي وتجيبي مجموع اكبر لحد ما تخش الجامعه. كنت بتمنى تفرحي يا لبنى زي ما تكوني بنتي. عشان كده لو عملت ده ومشيت هبقى عشان مصلحتك، صدقيني. أديك قلت بقى مصلحتي، وأنا بقى مصلحتي معاك، مين قالك حاجة غير كده؟ دكتورة بتحب صايع؟ ما تقولش على نفسك كده، أنت مش صايع، أنت حبيبي. الظاهر إن إحنا متورطين في بعض، عارفيني بأصحاب ولا حبايب ولا حتى إخوات. ليه بتقول كده؟ عشان الحب مش فتوانة ولا فرد سد ولا حدوتة بتنتهي في كوشة. إنك تبقي مبسوطة وإنت بعيدة عني حب، ده بالنسبة لي حب. وديكي شايفة أبويا مات وفات لي هم على الهم. طول ما أنت يائس كده هتفضل تعذبني وتعذب نفسك. أنا مش عايزة أشوفك تاني ولا أنت بقى تحاول تشوفني، خلاص؟
زيزو يا معلم خطفت من اول الشارع. ماشي يا اخويا روح انت. ماشي يا معلم. ايه الحلاوه دي يا زيزو؟ النشافه قلبت غساله. وقت الله يبارك لك يا معلم. اسمع الكلمتين دول بكل كيانك ودماغك. شارع عبد العزيز مليان الكترونيات وكهربائيه صفاره تلم جيش. بس اعمل ايه؟ رزقك واسع واللقمه بتمدي اكلها. وانا رقبتي سداده. اسمع عزيزو، اللي يمشي في المولد يتحمل زق الدراويش، وده مش اي مولد، لا ده مولد سيدي شارع عبد العزيز. شوف ابوك زقه واحده اكنه معمول من الازاز، اتفتفت 600 حته. اديني مطاطة اهو يا معلم عشان الم اللي اتكسر. طاطي ولم براحتك وعلى مهلك، بس اوعى تقب بدماغك يقع منك كل اللي لميته. ربنا يجعلنا من درويشك يا معلم ونمشي جنب الحيط. وانا موافق تبقى من درويشي. محدش هيلبسك العبايه والعمه وتتدروش غير عمك قنديل البرودي. ماشي. روح فكر في كلامي اللي قلته لك كلمه كلمه ورد عليا بكره. ولو قلت لك اني فكرت وراكب معاك من اول الخط. خلاص يبقى اتفقنا. ويا دار ما داخلك شر. خد خلي دول معاك امسك. سلام. شوف يا صالح يا ابني، الظاهر انك انت ما قدرتش تفهم ابوك. كان نفسي انك انت تفهم كده لوحدك، لكن بقى يبدو ان انا اللي لازم افهمك بنفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي اسمع الكلام اللي بيتقال. انت كمان هتشهدها عليا؟ طب ما ترد السلام الاول. يا صالح انا ماليش راجل غيرك. اختك ربنا يخليها هتقعد معانا شويه ومصيرها في بيت جوزها. يعني انت راجلي سندي. طب انا قلت لك حاجه تانية يا ابويا. بيعزم عليك يعني تفكك من موضوع السفر ده وتقعد معايا. شوف يا ابويا من غير ما تزعل مني، انا موضوع المكتبه ده ما بينزليش من زور، وانت عارف الكلام ده كويس. وكل ايش تحلم بيه في الكليه اللي انا دخلتها دي ان انا اسافر بره. يا سيدي انت مش عايز تساعدني، سيبني انا اتصرف بقى. انا قدامي واحد ممكن ياخد ربع جنيه على الجنيه وكنت انا بخلص. ربع جنيه على الجنيه يعني ايه؟ ربا فايز؟ انت مش عارف ان الربا حرام؟ حرام ايه بس يا ابويا؟ والمبلغ كام؟ 4000 جنيه بالتذكره بكله. طب انا هديهم لك. ربنا يخليك لينا يا ابويا ويخليك لينا يا ستي. يا غيتت يا مصلحكي. ماشي. بس اسمع، الفلوس دي انا هستلفها لك. الراجل الحقيقي بقى يا سيدي علاء النعمه هبعتها لك من اول مرتب اقبضه. بس ها نقول بكره كويس. ايوه بقى يا ابويا ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سامحه بقى، سامحه والنبي عشان ربنا يفتح عليه كده ويمكن يكسب فلوس كتير يبعت لك تعمل عمره ولا حاجه. انا مش عايز منه اي حاجه، انا خايف عليه من نفسه. هو لما حضرتك هنا وانا هنا مين قاعد في المكتبة؟ والله العظيم أنا زهقت، قفلتها وقلت أطلع استريح. طب هتنام خفيف زي عوايدك بقى ولا تتعشى معايا؟ طبعا هتعشى معاك، بس اسمعي أنا عايز سندوتش جبنة بيضة وكوباية شاي باللبن. من عيني. تسلم عينيك يا حبيبي. استغفر الله العظيم. اتفضل يا معلم جنديل، ده أحسن طنف في السوق. وليلتكم بالصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. اوي 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 اوي. يلا يا حبيبي اتكل على الله. اتكل على الله. حاضر يا معلم. مفيش براحه قبل ما نمشي انا والمعلم. الواد انت بعرفه معلمي، سيبني اروح اشوف الله اللي وصلت. كل يوم والتاني هتعمل لي فيلم وتقول لي ابني ومش ابني؟ لو مش عاجبك الشغل روح شوف لك معلم تاني اسرح وراه. يلا يا حبيبي. بقول لك ايه؟ انا عايز المعلم رايق ومتكيف عشان لنا كلمتين نقولهم مع بعض. استنانا برضه. ماشي يا معلم. احسن حاجه عملتها والله انك غورت الواد ده. بقول لك يا شرش، عارف العيال دي؟
عجول والله والله يا رب في عجول. قلت ليش رايك في اللي قلت لك عليه اللي هو ايه؟ فكرني كده. الواد زيزو ابن عبد الرعيم. لا 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 لا، انت كمان هتعمل فيلم عليا؟ ولا فيلم ولا حاجه، بس الواد ده اخر واحد ينفع في الموضوع اللي احنا فيه ده. ده رجع الغسالة فابريكا يا سيدي. ما قلناش لا، صنايعي شاطر لكن سرنا يبقى في عبه؟ ما ينفعش. جراند دين، انت خلاص مخك باظ، ما عدتش بتعرف تقرا الناس ولا ايه؟ يعني انا اروح اجيب واد اهطل ومتداول وبعدين يطلع يبخ بره وريحتنا تطلع؟ لا، نروح لزيزو اللي مخه بيور، اول ما رجله تاخد على القرش وازاي يلمه مش هنعرف نحصله. احنا خلاص كبرنا، ما عدناش نعرف نجري تاني ونتنطط يا قنديل. اقول لك بصراحه، انا عايز واد صحه وعافيه يعرف يقدف جامد قوي بيا وبيك لغايه ما يوصلنا الشط التاني. واول ما يوصلنا الشط التاني هتعمل فيه ايه؟ قول لي بس ايه اللي في مخك يا قنديل. امتى هنفضل قاعدين زي الكلاب كده؟ هنقعدوا كده لحد لما نقلبوا ديوك، ونقعدوا نيدنوا في الفجر لحد لما الشمس تقعد تشكشك. مش باين لها انها هتتعدل يا صاحبي. ان شاء الله بيبان عليها. ادينا عايشين زي الميتين، هنشيله ونحطه زي الحمير لحد لما نشوف اخرتها ايه. ظهري وجعني يا صاحبي، ما انتش قادر اجر. الحمل تقل عليا يا صاحبي قوي، مش قادر. عايز اقول لك على حاجه، اللي ضهر قوي في الشغلانه بتاعتنا دي ما يلاقيش ياكل، لا هو ولا عياله. عشان خاطر يا صاحبي دايما ما تبصش على الزرزور اللي على الشجره، بص على اللي في ايدك بس. انا هقوم اروح. انا ابني بعافيه شويه، لو سال عليا لا يا حاجة. اعجل يا صاحبي، اعجل اعجل، اشوف مصلحتك ومصلحة عيالك. يا ميس زيزو. ازيك يا أمور؟ الوشة نورت والله. اعمل لك شوشة كده على السخان. لا، في عصير او نص فرخ اصلا هبط. وماله، اروح اجيب لك، خلي بالك من الورشة. لا بص، استنى عشان مستعجل، قفل كده وتعالى معايا. الراجل اللي انت كنت عاوزه جاني. انهي راجل؟ الجدع بتاع مواتير وبراميل الغسالات. لا ما انا شكلك صرفت نظر، بس انا مش شايف عندك سبوبه تانية. يعني مش النظريه يا صاحبي، بس انا زي ما بقول كده تقلت على المصلحه دي، مش عارف ليه مش ملمسه معايا. بقول لك، قول لي، ما عندكش ايسيهات للكارثة دي؟ بقى تعالى دور بنفسك، بس لو اتاخر بقى تعالى بكره. بس انا كنت بقفل في الراجل جالي، قلت اجي اديك خبر. سلام يا حبي. دنجا دنجا. سلام يا ابو النور. مفيش فايده، ناقصين 20 جنيه. والنعمه يا خالتي زي ما بقول لك كده، وراح مطلع باكو من جيبه وادها 20 جنيه. قلت له بتبعث فلوسك ليه يا زيزو؟ قام شخط فيا وقال لي وانت مالك انت؟ دي مرات واحد صاحبي. طب انا عايز اسالك على حاجه، احنا ايش عرفنا انها مرات واحد صاحبه؟ ها؟ طب اللي شفتيها معاه دي حلوه اموره زي كده يا مريم؟ حلوه اموره ايه يا خالتي؟ شكلها سوابق، دي واخده بشله كده في خدها. ده انا اشوف حاجه بره، يجي يوجع بين الناس وبعضيها ويكدرنا ليه؟ وانت مالك انت؟ بتكلم مع خالتي. اما هي خالتك صح بتبني قلبها بالزعل ناحيه ولدها ليه؟ وانت ايش اخششك انت في كلامنا؟ ها فهميني. بس يا بنت انت وهي بقى ذنب وهي الشجيان يجي من بره ويلاقي امه شايله منه، تنامي على المخده كيف بالليل بعد كل اللي عملتيه ده؟ يا خالتي مين دي قبل ما تدب صوابعي في عينيها خرقها لها؟ والطهره الشريفه يا صفرا انت اللي كسر عضمك. بس يا بنت انت وهي بقى خلاص، وانا مش مالي عيني. ايه يا انتوا عاملين؟ انا دي صوت جايه باخر الشارع. اهلا ملاك الرحمه. اهو جلاب النصايب وصل اهو يا خالتي. والله لا موتها. اشجان. حاضر يا عبد العزيز. ده انا شكلي انا طلعت غلطانه في الاخر ولا ايه؟ هات تخبص عليا يا بنت الخباصه، وانا فاكره تستري عليا. اهو سمعتيها بودانك اهو. بقول لك ايه؟ ما تبقيش حقنه، خليك مكروكرون بتاع التمريض وفاهمه. والله معهد التمريض احسن مش عارف ياخد حته دبلوم. والله انا قطعك تقطيع. قوم قوم يلا يلا يا بنت، واحنا ناسك انت. يلا امشي. خد يا امه.
ما انتش محتاجهم دول. تعالي يا اشجان، عايزك. ايه؟ رايح فين يا عبد العزيز؟ يلا اسكتي بقى، الاوضه مفتوحه قدامك اهو. طيب يا اخويا، هما داخلين الاوضه لوحدهم ولا ايه؟ عارفه بانهم متجوزين واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ خدي يا اشجان. لا ما عايزاش. ما هو مش ليكي، ما تخافيش. ما بتديهم لي ليه؟ عيني ام معاك. ايوه بس. بس ايه بقى؟ الله، ما بقولك مش ليكي. ايوه فهمت دي، لكن اشيلهم معايا من ورا مرت خالي ولا اقول لها؟ ما تقوليلهاش. واه واه ايه تاني؟ انا ما بحبش كده. حد الله الظاهر انها من حاجه عايشه. ما تحسني ملفظك بقى. بقول لك، قول لها انك هتشيلهم معايا وانا مش هقول لها انهم معايا. لا نصحى يا بنت، نصحى. بضحك معاك. لا فلوسك تشيلها معاك، ولا تقول لي ولا تقول لحد. وبعدين بقى في الليله المنيله دي الحكايه وعره كده، شيلهم في بام. ايه؟ ايه؟ فهمت. عايزني اقولها زيكم كده، بنك. خلي الفلوس معاك، هاخدهم منك بقى. لقيتها يا شبرو. ارغي. احنا بنصطاد سمك بسمك. قول من غير نصاحه. البضاعة دي مشبوهة والحكومة شباها، احنا نجيب واحد نعمله دودة. دودة؟ طعم يعني، الحكومة تقفشه ونخش احنا في عز البعجدة نسلك البضاعة وتطير زي العصافير. اصطاد سمك بسمك. السلامة يا بكرو، هي دي خطة الفجورة جدنا. ايه؟ بس مين بقى السمكة اللي هنصطاد بيها السمك بتاعنا؟ نصطاد سمك بسمك. السلام السلام يا بكرو، نصطاد سمك بسمك. وصاد الصوت ده بقى طالع من عند ابو مين؟ اجز رقبتك يعني دلوقتي؟ يا بكرو. ها؟ والعيش والملح والصحوبيه اللي بينا. دايما تجر دعب كده يا عم وتصعب عليا. نصطاد سمك بسمك. يا جدع اوعى بقى. ماشي يا بكرو. ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت، بس ما تنسيش تبقي تقولي له سناء. ايه اللي بتتركز الميعه دي؟ مين اللي كان بيخبط يا جيجان؟ صحتك بنت الملكومه دي، مستعجل ليه؟ ما تتسبح وتفطر براحتك. لا انا عندي مصلحه مهمه. مين اللي كان بيخبط؟ واحدة مقطوعة كده بتقول زبونة غسلتها خربانة، وهي خربانة. زبونة؟ وأنا من إمتى بتجيلي زباين لحد البيت؟ رايح فين؟ رايح دورة المية. هتجيب لك بشكير وغيار طيب؟ لا ما أنا مش هستحمى. هتعمل إيه؟ هشقلب في دورة المية. إيه يا أشجان؟ الناس بتعمل إيه في دورة المية يعني؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه اللي في إيدك ده؟ إيه في إيه؟ يا نهار أبيض، استنيني معاك. اسود، انتوا مين؟ اما يا اما فين يا بنتي اشجان؟ عبد العزيز بيصرخ ليه؟ ما عرفهاش يا مرت خال. امال هو فين؟ في الحمام. بتعمل ايه هنا؟ ياما
مين اللي جوه ده يا امه؟ هو مين ده يا ابني؟ الا ايه يا امه ده كلام برضو؟ قصدك الديك الرومي دي اشتريته لك اشكال؟ ولا ديك رومي ولا جبنه رومي، وبعدين ده خيال يا امه، كل ما ابص له يبص لي بجنب عينيه كده، ايه الرعب اللي انا فيه ده؟ وانت سايبه الدنيا دي كلها وجايه على دوره الميه تحط فيها ديك رومي؟ ما الواحد يصرف نفسه وين بقى ان شاء الله؟ في البلكونه؟ لا البلكونه فيها فروج وكتاكيت وثلاث ارانب. لا ده انت ناوي تجننيني يا اما تهجيني من البيت اصلا. حق عليها بتربي الطيور عشان توفر لك فلوس. صبرك بس 6 و8 شهور والخير كله ان شاء الله. لو انت فاكرين انا هستنى في المورستان ده 6 و8 شهور، انا عايز ارجع ما الاقيش كتكوت في البيت. طب يا حبيبي خش انت بس كمل وانا هصرفهم لك. تزربنش كده. كمل فين بس يا اما ما قطعت خلاص، ابقى اشوف اي دوره ميه في الطريق وانا ماشي. هو مين اللي كان بيسال عليا؟ واحده حتى الاحمر والاخضر ومتقصعه كده وعريانه. اسمها سماء ولا مستنياك تحت؟ هقول هي طالما عريانة قول حاجة ولا ايه؟ لا ما بقولش أي حاجة، عايز أرجع ماليش حاجة في البيت. ها؟ ماشي ماشي الخلق كده مش ده. أنت اتجننتي تهبلتي. أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هذبح ولا هرجع لأصحابه ولا إيه؟ رجع أصحابه إيه بس ما تحطوش في الحمام، يبقى حطيه في البلكونة. فتحي بقى يبرد. فتحي يا جامد. يلا يا معفن. خرب بيت امك بتسنينك على الصبح يا واد. انت شفت عقربه؟ هلعن اللي حصلت تجي للمنطقه عشان تعرف ان انا ممكن اخطفك من حضن ماما. تعالى. مين البنت الصعيديه اللي عندكم فوق دي؟ وانت مال اهلك؟ الله يخرب بيت ابوك، البيت جنانك في ساعه واحده. خليك تهوري لحد ما تتعوري وتعورينا معاكي يا اختي. والنبي طعم كده وحلو وانت قلبك هاي. شوف يلا خلي الراجل يمشي. عايز تشربي ايه؟ ايه يا اخويا احنا لحقنا؟ ده انا لسه داخله. احنا فسقنا على الكراسي. انا اسف يا بنت، تحت امر حضرتك. تعالى هنا انت اتقمصت. تحت امرك يا فندم. يا اخويا هناكل هنفطر، ما فطرناش. تحت امرك. وتلاقيك انت كمان ما فطرتش. خلصي بقى. هناخد 2 سجق و2 كفته وترشي وميه عشان نبلع. وخلي عينك معايا كده اللي تدب فيها رصاصه على الصبح. خدني ساعتك يا فندم. يلا يا عم بقى توكل على الله يا عم. تحت امرك يا ريس. تحت امرك. وبقول لك ايه، ورحمه اهلك كلهم نرميك في النيل وقول ما شفتش. يا فندم انا عملت ايه عشان ترميني في النيل يا فندم؟ انا في خدمه سعادتك يا فندم. انت جاي تعملي فضايح هنا؟ الراجل ما غلطش. لا غلط، كان بيبص لي كده مش حلو كده، زي ما يكون مش عاجبهم شكلي. ايه يا قمر انت؟ سرحان في ايه؟ ده يكون شكلي عجبك ولبسي حلو؟ وبقول يا واد عبر عن مشاعرك. انا حاسس ان احنا هنتمسك. تعرفي بقى ان انت مش ناوي تجيبيها البر، وانا لو اعرف ان جايه شارع عبد العزيز والله العظيم ما كنت جيت معاك يا مروه. في ايه بس يا بنتي؟ انا جايه اصالحها. وفي حاجه دي؟ طب وانت عرفتي عنوانها بقى ازاي يا مروه؟ هي مش اسمها لبنى لطفي وساكنه هنا في شارع عبد العزيز؟ بسيطه جدا. استنى استنى يا ريس، مكتبة الحاج لطفي فين؟ على الشمال على طول هنا. شكرا يا ريس. شفتي يا ستي؟ ادينا وصلنا اهو. عاوزاكي بقى تشوفي من غيرها لما تفتح الباب وتلاقي لها قدامك يا مروه. منظري يجنن. عشان خاطري بلاش، ويلا نرجع. انزلي انزلي، يمكن يكون حظها حلو وتكون راحت مشوار. يلا. لو سمحتي يا انسة ممكن. اهلا اهلا، ازيك يا مروه؟ خطو عزيز. والله كويس. كمان بتقفي في المكتبه بنفسك؟ اه، وساعات برش ميه وبكنسها كمان. نورتوا شارع عبد العزيز. انتوا ايه اللي جابكم الناحيه دي؟ احنا كنا هنا في مشوار وقلنا نيجي نشوف. طب تمام، تشربوا حاجه ساقعه بقى ولا ايه؟ ما بلاش، لحسن باباكي يزعق لك انك بتصرفي من ايراد المكتبه. ايه الافلام العربي القديمه اللي بتتفرجي عليها دي؟ ها حاجه ساقعه؟ ماشي ماشي يا ناس. 2 حاجه ساقعه مش هيلموها حياتك. مكتبتك حلوه قوي على فكره. والله كويس، انا كنت فاكراه مجرد كشك كده ومكان التصوير. تحبيه للدرجه دي؟ هو مين الكابتشين؟ ما تقصري كده وبلاش حركات الثانوي دي. اللي انا اعرفه بقى ان البنت الجدعه بتمد ايديها وتاخد اللي هي عايزاه. لا اصل انت ما تعرفنيش، انا ما اخدش حاجه واقف عليها دبانه. تبقي صدرانيه يا شاطره، عشان ساعات الدبانه ممكن تموت بني ادم، وساعات كده تلاقي بالونه حلوه قوي وكبيره وملونه، واول ما يجي جنبها دبوس فس تبقى ولا حاجه. ايه يا عم فطوطه انت وهي؟ ايه شغل فوازير رمضان ده؟ السائع يا دكتوره، وعلى حسابي كمان. تشكر يا زو، ابن بلده كلك مفهوميه. الحاجه الساقعه. ميرسي، انا اصلي عامله دايت. انا بقى هشرب، ومش كده وبس، لا ده انا هاخد اجنده كمان. وفوقيها قلم كمان فوق البيعه يا حبيبتي.
السلام عليكم. عليكم السلام. ابويا الحاج لطفي، معلش ما بيسلمش على بنات عشان بيبقى دايما متوضي. زمايلي في الكليه يا بابا. اهلا وسهلا، نورتوا. طب ما طلعتوش فوق ليه؟ معلش اصل هما ماشيين، اصل مروه مستعجله. تردي الزياره بقى. الزمالك فيلا رقم 7 والعنوان مكتوب عندي. معلش مش هقدر، ما انت عارفه بقى، يا اما فوق بذاكر يا اما في الكليه يا اما هنا برش ميه. نورتيني. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك؟ كلامك ناشف قوي كده ليه؟ ماشي يا بنت السفير السابق. ايه؟ السفير السابق ايه؟ ولا حاجة يا بابا، بس يظهر ان الواحد لازم يطلع ضوافره عشان اللي ما يختشيش يخاف. انا طالعة. ضوافر ايه؟ ويخاف ايه؟ ويختفي؟ البت دي مالها النهارده؟